Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is our agenda today. We need to know at the end of the session about type of rejections, what type of graft function, what post-operative care, what marker for graft dysfunction, and how to manage kidney biopsy, when to do transplant complication, على مستوى graft dysfunction and its management. Metabolic and its management, infection with malignancy, and post wound and infection. Dr. Ali Shendi, Professor Ali Shendi, he did a محاضرة فيها. والmalignancy, I حسيت إن الموضوع هيبقى صعب أو إن إحنا نديهم في سيشن واحدة, فأنا قلت هنأجل الاثنين دولت لسيشن أخرى. وكده هنتكلم على day of discharge, وبعد كده referral back to community care. This is our agenda today. زي ما إحنا اتفقنا قبل كده. إن ده day before operation ده عندنا العيان وعندنا الدونر الصورتين اللي عينين قاعدين معانا من أول الفورم هيخشوا المستشفى وهنحجزهم day minus 2 أو day minus 1 على حسب بقى ما هيقرر البروتوكول بتاع السنتر اللي حضرتك شغال فيه وبعد كده هيعملوا العملية وقعدنا نتكلم العملية هتتعمل إزاي وإيه التفاصيل بتاعتها المهم في الآخر العيان داخل جوه العملية إحنا حبيت أضرب مثال بس للحالات بتاعتنا نفترض ان احنا عندنا patient اسمه علي احمد 35 years old CKD stage 5 فهو ما غسلش خالص قبل كده على conservative treatment وكل الكومبليكيشن بتاع CKD progression والكنترول بس هو ما عندوش vascular access لان هو ما غسلش خالص قبل كده البرايمري كيدي ديزيز مش معروف ووزنه 89 كيلو وعنده residual kidney function فهو non-oligoric renal failure with no proteinuria. immunological risk الكلام ده مهم لأن العيان عارفين إن لسه العيان بيجيب يورين والعيان ما عندوش proteinuria فإذا لو في عنده proteinuria post transplant هتبقى فارقة معاه. immunological risk العيان cross match CDC DDT زي ما اتفقنا negative ده أول cross match بنعمله وبعد كده بنعمل tissue typing وبنشوف الماتشنج هو كان الماتشنج بتاعه تحفه والميس ماتش كان 2 على 6 والبي ار اي ميكسد انجن اللي بنعمله سكريننج كان نيجاتيف زي ما احنا اتفقنا ده ملخص للحاجات اللي احنا كنا بناخدها زمان الكارديولوجيكال ريسك قليل عيان بري امتيف و35 سنه وما هوش دايابيتيك ولا هايبرتنسيف مش زي الطبيعي واتعمل له يورولوجيكال اسيسمنت وكان ان ريماركبل واتعمل له فاسكولار اسيسمنت وكان ان ريماركبل كل حاجه ماشيه سموث والدونر ليفنج unrelated الفكره بقى ما فيها ان العيان ده عنده الدونر عنده دبل بلاد سبلاي دبل ارتري على الناحيه الرايت وسنجل ارتري على الناحيه الليفت فاذا قررتنا بقى بالنسبه للايمينو سبريشن بس السؤال الاولاني دلوقتي احنا الطبيعي لو الامور ماشيه سموث لو الامور ماشيه سموث هناخد احنا غالبا الكليه الشمال اللي هي سنجل ارتري عاده ما بنحبش ناخد الدبل عشان حته الكومبليكيشن وان غالبا بيحصل مشاكل في اليوريتر افاسكولار نيكروزس وكلام من ده. وهنتكلم على ان اميونو سبريشن. فاذا احنا قبل ما نتكلم عن اميونو سبريشن زي ما اتفقنا في المحاضره بتاع الدكتور محمد نصر الله ان احنا دايما بنحسب الاميونولوجيكال ريسك. فالعيان ده ماتشنج بتاعه كويس هو 2 ميس ماتش بس والسي دي سي نيجاتيف والبي ار اي نيجاتيف فاذا هو العيان ده فيري اميونولوجيكال ريسك. هنديله اندكشن ولا لا؟ احنا اتفقنا ان العيانين اللي اميونولوجيكال ريسك غالبا مش بيحتاجوا اندكشن. فاذا احنا هنزرع من غير اندكشن. والمينتنس اميونو سبريسيف ميديكيشنز هنديله ايه المينتنس الكونفشنال تريبل استيرويد وام ام اف وتاكروليماز. ايه الدوزس اللي احنا بنستخدمها؟ الدوزس كان في سؤال حد سالني قبل كده هو الاميونو سبريشن بتتاثر بالاندكشن؟ عادة العيان اللي واخد اندكشن بيبقى تراف ليفل بتاعك مقبول على الواطي شويه، يعني لو هو واخد اندكشن اي تي جي العيان بتبقى الليفل عايزه مثلا من 8 ل 10 في الاول 3 شهور. لكن العيان اللي مش واخد اي تي جي عايز الايمينو سبريشن على عالي شويه. فانت هتبقى قابلها من 10 ل 12. ده واحده من الفروق، في فروق ثانيه؟ في فروق كتير زي ان التاكرولي مثلا هتبدأ بدري شويه لو مش مدي اندكشن هتديه دي ماينس 2
مثلا. لكن العيانين اللي بياخدوا اندكشن ممكن تاخر التاكروليمس لغايه داي 3، وفي ناس بتستنى لغايه اسبوع لغايه ما يحصل نورمال كيدني فانكشن، فبيصبروا على ان هو مدي اندكشن ومامن العيان. لكن بما اننا هنا مش مدين اندكشن، فاحنا لازم هيبقى بروجرافنا على العالي. عاده احنا بنديه من حاجه اسمها 0.15 ل 0.2، يعني بروجراف على العالي شويه، وبنبدا نبداه من داي ماينس 2، بنبداه من داي ماينس 2. فده كان سؤال حد من الزملاء كان بيسال، هو الاندكشن يفرق معايا في الايمينو سبريشن ولا لا؟ الاجابه اه يفرق معايا في الايمينو سبريشن. الاوبريتيف ديتيلز، الاوبريتيف ديتيلز انا حاولت ان انا اوصل لكم ايه اللي احنا دايما بنحاول نستريس عليه بعد ما العيان ما بيخرج، ان احنا العيان الدونر رايت كيدني وستيكل، فده اب نورمال يعني مش ده الطبيعي. احنا عاده المفروض لما بناخد السنجل ارتري، لكن هنا اتاخد الرايت. ممكن نتيجه الايزوتوب سكان لما يبقى في فرق في الايزوتوب كبير بين الرايت والليفت بنسيب للدونر الاعلى الاحسن وبناخد منه الاقل. فاذا هو نتيجه اشياء في التحضير الرايت كيدني هي اللي اتاخدت مش الليفت. وبعد كده هو بيقول الورم اسكيميا تايم ووز 30 مينت. احنا اتفقنا ان الورم اسكيميا تايم، يعني احنا مدرستنا ما بنقسمش، ما فيش ورم اسكيميا تايم 1 ولا ورم اسكيميا تايم 2، لان هو القناعات اللي عندنا ان هو في الاخر علمه لا ينفع وجهله لا يضر، اللي هو ايه، احنا اتفقنا ان الورم اسكيميا تايم تقريبا ما يعديش ال 50 دقيقه. اكتر من 50 دقيقه الريسك بتاع الاي تي ان عالي. انا لما بقسمهم ورم اسكيميا تايم 1 وورم اسكيميا تايم 2 امش في الاخر مش هيبقى مردوده في ارض الواقع كبير، لان هو في الاخر انا ليا توتال ورم اسكيميا تايم ما يعديش التوتال ورم اسكيميا تايم دوزنت اكسيد 50 مينتس. جرافت بريفيوجن ووز اكسلنت ووز ايميديت يورين اوتبوت انترا اوبرتيف. دي حاجه تبقى بالنسبه لنا مبهجه. البيشنت خد سوليوم درول 500 ميلي جرام انترا اوبرتيف، والبلاد بريشر زي ما احنا اتفقنا ان احنا المين بلاد بريشر بتاعنا التارجت ان يكون العيان مين بلاد بريشر فوق ال 80 اباف 80، المين بلاد بريشر اباف 80 عشان الكيدني بيرفيوجن ديورنج اند افتر ديكلامبك، وان السي في بي اتليست يكون 12، وهنا السي في بي كان 20، فالعيان ده الفوليوم ستاتس مور اور ليس على الهاي. والفازايكو ايروتيريك انستموزس واز دان سموثلي ويز اكسبتد لينث، وزي ما اتفقنا حته اكسبتد لينث ان كل ما هنطول هيبقى بالنسبه لك في عندك مجال انك لو حصل اي مشاكل تلحق نفسك، لكن هيزود الريسك بتاع النيكروزس. العيان اتركب له تو درينز، واحده كلوز واحده اوبن، فالعيان عنده اتنين تو درينز. وبعد كده احنا جينا نعمل له الفي بي جي، وعاده لما اللي بيحضر حد مننا العمليات بيكتشف ان احنا بنعمل في بي 2 في بي جي او 3 في بي جي افريج. عاده الفي بي جي الاخرانيه لما بيجي يشوفها رغم ان العيان بقى عنده كليه ما يتوقعش ان الفي بي جي تلاقيه نورمال، تلاقي الفي بي جي دايما على الاسيدوتيك تايم. طب ليه على الاسيدوزس؟ لان العيان بيحصل فيه هايبوثيرميا مريعه، العيان طول العمليه قاعد متعري مش لابس اي حاجه خالص، وقاعد في درجه حراره انت مش مستحملها وانت لابس، فالعيان ده بيحصل له لاكتيك اسيدوز نتيجه الهايبوثيرميا، وده شيء منطقي، فانت ما تتوقعش ان العيان هتلاقيه الفي بي جي نورمال. الشيست كلير والعيان مش كونجستد، والبيشنت ريجين الكونشس ليفل زي الفل. العيان دي التفاصيل، فاذا دي التفاصيل اللي عاده بنركز عليها بعد العمليه. فحضرتك لو حضرت عمليه لو عايز تكتب شيت محدد للنفرولوجيست اللي متابع العيان، دي الايتيمز اللي عاده بتبقى مركز عليها. العيان انهي الكليه اللي اتاخدت رايت ولا ليفت من الدونر، الورم اسكيميا تايم والبرفيوجن كان اخباره ايه، العيان خد الامينو سبريشن خدها ازاي، بلاد بريشر والسي في بي واي كومبليكيشن جوه، والعيان اتركب له كام درنقه، والفي بي جي في الاخر ايه، واخبار الفوليوم سيتس بعد ما خرج كان ايه. ده المنظر اللي لما بنحضره في العمليات بيبقى منظر مبهج بالنسبه لنا. لما توصل الكيدني تلاقي immediate urine output خارج قدام عينك، فدي بيبقى حاجه سعيده جدا لينا كلنا. بعد ما حطينا الكليه في العيان احنا عندنا اوبشن من اربعه. اسوأ سيناريو اللي احنا شايفينه فوق ده حاجه اسمها هايبر اكيوت ريجكشن. الثلاث سيناريوهات اللي فاضلين هندردش فيهم، لان دي this is a new definitions احنا ما نعرفهاش خالص قبل كده، ودي حاجات لسه محطوطه في علم الترانسبلانتيشن. الهايبر اكيوت ريجكشن اللي احنا المنظر المريع ده، تلاقي فجاه الكليه زرقت وبقت فيها موتل دهومرج، وده خلاص الكليه دي كده راحت خلاص الموضوع انتهى، وبنعمل لها immediate nephrectomy.
المفروض ان الهايبر اكيوت ريجكشن ده بيحصل ليه؟ بيحصل نتيجه البري فورمد انتي بوديز. يعني العيان من الاول هو عنده انتي بوديز، اول ما الكليه اتحطت الانتي بوديز عملت هايبر اكيوت ريجكشن وبوظت الكليه. فده المفروض ان بعد ما حصل السي دي سي والبي ار اي والسكريننج بتاع الكروس ماتش، المنظر ده ما نشوفوش خالص وما عادش موجود اوريدي، ما عدناش بنشوفه. ولو حصل لا قدر الله تبقى غلطه الباثولوجيست مش غلطتك انت، غلطه الراجل اللي عمل الكروس ماتش. الكروس ماتش ده كان من اول بوزيتيف وانت ما وهو قال لك ان هو نيجاتيف. فالهايبر اكيوت ريجكشن ده شيء المفروض ان هو في الهيستوري بتاعنا ما عدناش بنشوفه تقريبا خالص. انا عايز بس اجيب البوينتر ثانيه واحده. احنا دلوقتي عندنا اول ايتم في الاجندة بتاعتنا التايبس اوف ريجكشن. فاحنا زي ما احنا شايفين حالنا عندنا حاجة اسمها هايبر اكيوت، وده ممكن يحصل في مينتس او اورز من اول ما الكلية ما تتحط، وده بيحصل نتيجة ايه؟ بريفورمد انتيبوديز. وزي ما اتفقنا ان المفروض ان ده مبقاش موجود لو كنت از لونج از انك بتعمل كروس ماتش وبتعمل سكريننج فور انتيبوديز بريفورمد انتيبوديز قبل الزرع عند حد شاطر. فاضل لنا بقى التلاتة دول، الاكسلريتد والاكيوت والكرونيك. الاكسلريتد والاكيوت لو انت يعني مش مركز قوي هتكتشف ان هما تقريبا الاثنين اولموست واحد. يعني الاكسلريتد ده كانه حاجه اكيوت، يعني حاجه بيري اكيوت تحصل في خلال دايز افتر ترانسبلانتيشن، والفرق بينهم حاجه واحده بس. الفرق بينهم هو الاميونيتي ستيتس بتاعه الريسيبيانت. لو العيان الريسيبيانت من البدايه، ثانيه واحده، الريسيبيانت اصلا كان سنسيتايزد، الريسيبيانت كان سنسيتايزد وانت عامل له ديسنسيتايزيشن او 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 وراح داخل في اكيوت ريجكشن، فده ما بنسموهش اكيوت، ده بنسميه اكسلريتد. ليه؟ لانه حاصل في عيان هو اصلا سنسيتايزد. سنسيتايزد بقى وحصل له ري اكتيفيشن، فده الريجكشن بتاعه بيبقى مريع لانه عنده ميموري تي سيلز وعنده اميونيتي عارفه التيشو من قبلها، وانت عامله ديسنسيتايزيشن والبروجنوز بتاعها بيبقى فيري بور. لكن هو في الاخر هو اكسلريتد بيحصل نتيجه اكتيفيشن اوف ذا اميون سيستم، ري اكتيفيشن اوف ذا اميون سيستم. على العكس في الاكيوت، الاكيوت ده عيان ما يعرفش كانش يعرف خالص الريسيبيان الدونر ويكون انتي بوديز ضده. فالفرق بين الاكسلريتد والاكيوت هو الاميونولوجيكال ستيتس بتاعه الريسيبيانت قبل الزرع، والفرق بينهم الاخر في البروجنوز. الاكسلريتد ريجكشن بيبقى فيري بور، والاكيوت ريجكشن على حسب برضو نوعه والسيفيريتي، لكن اوفر اول هو احسن من الاكسلريتد. لاستلي بقى الكرونيك ريجكشن. الكرونيك ريجكشن ده موستلي بيحصل بعد مانثس ليرز، وبرضو بيحصل بالبوست اميون اند نون اميون سيستم. الحاجات اللي احنا برضو عايز اركز عليها ان الناس قناعات ان هو الاكيوت ده بيحصل في اول 3 شهور وبعد كده العيان ممكن ما يجلوش اكيوت خالص. بالعكس، الاكيوت هنا مقصود بها الديوريشن. يعني ايه؟ يعني العيان قاعد سنتين بعد الزرع واموره زي الفل، وفجاه الكليه ديت الاميون سيستم بتاع الريسيبيانت تعرف على الدونر وبدا يهاجمه اكيوتلي وحصل رابيد ديوريشن في الكيدني فانكشن فبقى اكيوت. فاذا هو الفكره ما فيها اكيوت يعني ديوريشن اوف ذا بروسيس نوت ذا تايمينج، يعني مش مرتبط بمدته بعد الزرع، مده البروسيس نفسها خدت وقت قد ايه. لو البروسيس بتاعت الريجكشن خدت 3 ايام يبقى دي فيري اكيوت. لو البروسيس بتاعت الريجكشن خدت شهور لسنين فده بنسميه كرونيك ريجكشن. يبقى احنا بس الديفينيشنز عايزين ناكدها عليكم، الاكسلريتد والاكيوت الفرق بينهم زي ما احنا اتفقنا دي بريفورمد، لكن ديت لسه متكونه حديثا. اوكي، نخش بقى على الاميونولوجيكال جرافت انجري الريجكشن. زي ما احنا اتفقنا ان انا الكلام ده هيندسكس بشكل اعمق في الهيستوباثولوجي، لكن انا عايز ادي هنت بس صغنون. الريجكشن زي ما احنا قلنا ان هو سيل ميديتد وانتي بودي ميديتد، وان الانتي بودي ميديتد يعمل هايبر اكيوت زي ما احنا اتفقنا ويعمل اكيوت وكرونيك، والسيل ميديتد ما يعملش بقى الهايبر اكيوت، لان قلنا الهايبر اكيوت ده مرتبط بالبريفورمد دي اس ايز، لكن في منه الاكيوت وفي منه الكرونيك. نرجع تاني لنفس النقطه، يبقى احنا دلوقتي قدام العيان اتحط فيه الكليه خلاص، العيان زرع والكليه اتحطت،
فانت دلوقتي قدام حاجه من اربعه باصويز، يا اما العيان يجي له حاجه وحشه قوي اسمها هايبر اكيوت ريجكشن، ودي واحده من اربعه انواع اخرين للريجكشن، الهايبر اكيوت والاكسلريتد والاكيوت والكرونيك اللي احنا تضمناها حالا ان احنا لسه خارجين من اوضه العمليات اللي هو الهايبر اكيوت ريجكشن. الباقيين بقى ممكن يجوا قدام بس مش هيجوا حالا واحنا لسه خارجين من اوضه العمليات. عندنا ثلاثه ديفينيشنز جداد، حاجه اسمها اكسلنت جرافت فانكشن، وحاجه اسمها سلو جرافت فانكشن، وحاجه اسمها ديليت جرافت فانكشن. يعني ايه الثلاثه دول بقى عشان الناس بتتلخبط بينهم قوي قوي قوي؟ الاكسلنت او الايميديت جرافت فانكشن يعني العيان حطيت الكليه لقيت العيان بيجيب يورين، احنا تو ماركرز بنعتمد عليهم اليورين والكريان، العيان بيجيب يورين اكسيدنج 2 ل 3 لترز بير داي، يعني العيان بيجيب يورين 3 لتر ل 4 لتر في اليوم، او ان السيروم كرياتينين بينزل افريج من 1 ل 2 ملي جرام بير ديسي لتر ديلي. والشرط الثالث بقى ان يحصل له نورماليزيشن في الفيرست ويك، يعني انا زارع السبت قبل السبت اللي بعده لقيت الكرياتين هو كان بادئ بعد العمليات اول قبل العمليات بكرياتين 10، بعد العمليات بعد ما زرع وعدى اول اسبوع لقيت الكرياتينين في اخر الاسبوع واحد، يبقى ده اسمه اكسلنت اور ايميديت جرافت فانكشن. فاذا مش معنى ان العيان لما يخش العمليات ويجيب بول ده معناه ان هو ده ايميديت جرافت فانكشن، ده ايميديت يورين اوتبوت. لكن عشان اقول لفظ اكسلنت او ايميديت جرافت فانكشن ده معناه ان اليورين اوتبوت من 2 ل 3 لتر في اليوم، والكرياتين بينزل من 1 ل 2 في اليوم، وبيحصل له نورماليزيشن في الفيرست ويك. طب ايه الديفينيشن الثاني اللي اسمه سلو جرافت فانكشن؟ سلو جرافت فانكشن العيان على غير المتوقع نون اولوجوريك، يعني ممكن تلاقيه بيجيب ال 2 ل 3 لتر تحقق فيه شرط من الشروط اللي فاتت، العيان بيجيب يورين كويس جدا. لكن الديكلاين بتاع الكرياتينين ما هتحققش الشرط، والعيان ممكن تلاقيه قفل الاسبوع الاولاني من غير ما يحصل له نورماليزيشن اوف ذا كرياتين، فده بيسموه السلو جرافت فانكشن. اخر حاجه بقى الديليت جرافت فانكشن، ده اخر ديفينيشن عندنا. الديليت جرافت فانكشن ده من الحاجات اللي كان عليها خلاف وديبيت عظيم جدا. في الاول كان بيقولوا ان العيان ده اوليجوريك او انوريك، ان العيان ما بيجيبش بول خالص، وبعد كده كان في بعض التكست بتقول ان العيان اللي يحتاج دياليسيس في اول اسبوع بعد الزرع، حتى يعني لو حتى العيان كان جاب بول، يعني العيان مش اول يوم كان جايب بول كويس وبعد كده بدا يقطع وبعد كده احتاج دياليسيس، وده بيسموه ديليت جرافت فانكشن. الديفينيشن طبعا كان فيه مشاكل ان ازاي هم قايل لكل العيانين، طب افرض الكرياتين كان نزل وبعد كده راح واقف والعيان قطع خلاص نتيجه اي شيء، فاقول ازاي ديليت جرافت فانكشن. فالديفينيشن ده كان ليكنج السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي، وخرجوا بقرار تاني ان العيان اللي ما بيجيبش يورين اوتبوت اقل من 1200 في اليوم، او العيان اللي السيرم كرياتينين بيقل اقل من 10% في الفيرست تو دايز. فهم بقى كده وضحها اكتر بحيث ان ما يبقاش في شك في الكلام او الكلام ما يبقاش واضح للكل. فهو صنفها حاله العيان اللي يخش عمليات وتلاقيه جايب في اول يومين بعد الزرع بول اقل من 1200، يعني اقل من 50 ملي في الساعه، في ال 24 ساعه جاب 1200 او اقل، او ان الكرياتينين بتاعه بيقل اقل من 10% في الفيرست تو دايز، يعني داخل بكرياتينين 10 لقيت ان العيان بعد اول يومين لقيت الكرياتينين 9.5، فهو نزل لكنه اقل من 10% من البيز لاين بتاعه فاذا في اول يومين، فاذا ده بيسموه ديليت جرافت فانكشن. في سؤال كده لطيف لما تيجي تقرا الكتاب جابرييل دانوفيتش الهاند بوك اوف ترانسبلانتيشن، ان الفرق ايه الفرق بين الديليت جرافت فانكشن والبرايمري نون فانكشن، يعني ايه الفرق بينها جرافت ديليت فانكشن والبرايمري نون فانكشن جرافت؟ المفاجاه ان الفرق بينهم في واحده فيهم بتريكفر واحد فيهم مش بيريكفر. يعني لو ممكن العيان يبدا بديليت جرافت فانكشن، ده مش هيستولوجيكال دايجنوسيس، يعني ايه؟ يعني انت ما تعرفش ايه اللي جوه في الكيدني، ممكن يبقى فيها اكسلريتد ريجكشن، ممكن يكون فيها اي زي ما فيها، يعني هو ديفينيشن معتمد على تو بارامترز، على اليورين والكريات، ملوش دعوه بقى باثولوجي، ملوش دعوه بريفورمد انتي بوديز، بالايمونولوجيكال ستاتس، بالايمونو سبريشن، بالليفل بتاع التكرر اللي مسوي لك انا عامل فيه، هو ملوش دعوه باي تفاصيل، هو له دعوه بكريات ويورين. فانت داخل لك بقى في هذا الموضوع
تو ديفينيشنز بالنسبه لك ممكن يلخبطوك. يعني ايه ديلي جرافت فانكشن؟ يعني ايه برايمري نون فانكشن جرافت؟ برايمري نون فانكشن يعني ما اشتغلتش ومش هتشتغل، يعني خلاص لو اديت لها يعني قعدت تعمل فيها زي ما تعمل، لكن هي خلاص في الاخر الجرافت دي احتاجت نيفريكتومي وانت اضطريت تشيلها. هنا جدول بيتكلم معاك في ايه الاسباب اللي بتعمل ديليت جرافت فانكشن. لما تيجي تقراها هنا هتلاقي ان في حاجات ريليتد للريسيبيانت وفي حاجات ريليتد للدونر. حاجات ريليتد للريسيبيانت زي الايج والاسينستي والفاسكولار بتاعه، لو هو الفاسكولار بتاعه وحش او الانتي بوديز او الايمونولوجيكال ستيتس، فدي حاجات كتير قوي 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 جاست بوتن ماين. يعني ان الحاجات قد تكون مرتبطه باشياء، ان الجرافت اللي انت واخدها من الدونر دي اصلا وحش فيها مشاكل او فيها اي تي ان زي ما بيحصل في الكادافيريك ترانسبلانتيشن. اشهر حاجه اشهر كوز للديليت جرافت فانكشن بنشوفها في الكادافيريك، عيان ميت بقاله فتره طويله، وسواء خصوصا ان هو بعد الكاردياك ديس والكليه ديت بيبقى فيها اي تي ان مريع، فتحط الكليه في الريسيبيانت الكليه ما تشتغلش، لكن اوفر اول الكليه تاخد وقتها وتريكفر. لكن عاده مش بنشوف الديليت جرافت فانكشن في العيان اللي واخد ليفنج كيدني ليفنج جرافت. هنتكلم بقى في نقطة كده مهمة قوي اللي هو رول اوف ذا دكتور لعد ما تستلم العيان. يعني انت قاعد حالا دلوقتي في وحدة في كيدني ترانسبلانتيشن يونت، وجاي لك العيان من اوضة العمليات خارج لك عشان انت تمانج، هتعمل ايه بقى معاه؟ الدور بتاعك از فيزيشن از نيفرولوجيست. فبوست اوبراتيف كير، جاء عيان اهوت اللي كان بيغسل زرع وخارج لك من اوضه العمليات، هتعمل ايه معاه من اول دي زيرو من بعد ما عمل لغايه الديسشارج؟ فعندنا بعض الاسئله لازم نحطها في دماغنا. الفلويد ريبليسمنت بتاعه هو بيجيب يورين، المفروض ان هو يجيب يورين كتير. ايه النوع الفلويد ريبليسمنت اللي انت هتحطه؟ وهاو يو مانج ذا كوركشن. الفيتال ساينز هتؤمر بقى التمريض ان هم يعملوا الفيتال ساينز ازاي واليورين اوتبوت. الفيتال ساينز واليورين اوتبوت والسي في بي هتقيسه كل قد ايه، والدرينز هتعمل فيها ازاي، والديلي ويت، دي الاوامر اللي احنا دايما بنديها للتمريض بتاعنا. ايه اللابس اللي هتسحبها وايه الفريكوانسي بتاع الاف كي ليفل، هتتابع التاكروليمس كل قد ايه، ايه الراديولوجيكال اللي هتحتاج تعملها مع العيان ده بعد ما يخرج، ايه الكلينيكال اكزامينيشن اللي انت لازم وانت رايح تبص على العيان تبقى بوت ان مايند. يعني في حاجات معينه في العيان ترانسبلانتيشن هتبقى فارقه معاك غير العيان الطبيعي. بالنسبه للبليوت ريبليسمنت، انتوا ايه رايكم؟ ايه احسن بليوت ريبليسمنت المفروض تستخدمه في هذا العيان؟ ايه رايكم؟ حد عنده اوبشن؟ يعني احط سلاين مثلا واحط جلوكوز، نحط ايه؟ نورمال سلاين اوكي رينجر. لما هتقروا الهاند بوك اوف ترانسبلانتيشن باي ذا واي، موضوع الفلويد ريبليسمنت ده من الحاجات اللي برضو ما فيش عليها قولا واحد، لكن انا هقول لكم الاكسبيرينس بتاعتنا. الاكسبيرينس بتاعتنا ان احنا بندي بالانسد سوليوشن، مش بندي سلاين ولا بندي جلوكوز الا في سبيشال سيتويشن. البالانسد سوليوشن زي الرينجرز قوتها في انها احنا بنحاول نافويد اللاكتيك از الهايبركلوريديميك ميتابوليك اسيدوزس اللي تبقى بتحصل مع السلاين من الكلورايد. فاحسن شيء انك تدي اقرب سوليوشن للبلازما اللي هو البالانسد سوليوشن. طب ايه الكوركشنز اللي انت هتعمله؟ هتعمل كوركشن 100%. يعني لو العيان جايب بول 500 هتدي له 500. والسؤال الثاني، هل يا ترى لو جاب ال 500 وشرب مثلا 100 هتدخل ال 100 جوه التعويض؟ يعني هتعتبر ان الاورال ان في الكوركشن ولا لا؟ فده اسئله مهمه جدا. يعني دلوقتي السؤال الاولاني ايه الكوركشن؟ هتعمله ازاي؟ 50% ولا 100% ولا هنعمله ايه؟ الاكسبيرينس برضو عشان لما هتيجي تقرا في الهاند بوك في جابرييل دانوفيتش، يوم قايل لك اول 250 العيان يجيبهم هياخدهم زي ما هو، لكن بعد كده اللي هيجيبهم هياخد نصهم. يعني ايه؟ مثلا لو العيان جاب مثلا 500 فهو هياخد 325، ال 250 الاولانيين هياخدهم كاملين، وبعد كده اللي هيجيبه بعد كده هياخد نصه.
الثقافه في ايه؟ ان في الطريقه دي الثقافه ان العيان ما يحصلش ان هو يحصل له اوفرلود، هو مش عايز يعبي العيان بزياده، فهو هياخد ال 250 الاساسيين هيجيبهم هياخدهم، اي حاجه بقى فوق ال 250 هياخد نص. طب وحشت الاسلوب ده في ايه؟ وحشت الاسلوب ان العيان لو فاتح يورين كتير قوي ممكن يبقى الفرق التعويض ضخم والعيان يخش في حاجه وحشه قوي اسمها اي تي ان. فالكوركشنز برضو عشان برضو نبقى عارفين الموضوع ده ديبيتبل، الموضوع ان جايدد باليورين اوتبوت وبالفوليوم ستيتس وبالكاردياك كونديشن. يعني مثلا لو افترضت لك مثلا العيان السي بي بتاعه 4 5 بعد العمليات، والعيان اليورين اوتبوت بيجيب 2000 او 3000، والكارديك كونديشن بتاعه تحفه، لا انا هخليه على 100% اعوضه، السي في بي بتاعي واطي والعين جايب يورين كتير والهارت يستحمل، فانا ليه انا اقعد احسوك في التفاصيل ممكن تصحب معايا ان انا ادخل عيان في اي تي ان؟ لا ده انا لقيت العيان الهارت بتاعه وحش وهو من الاول عيان 60 سنه ودابيتك وهايبرتنسيف، لا انا ممكن امشي بنص التعويض او ب 75% التعويض. فانا قصدي ان ده مش روتين ان احنا بنثبت كل شيء للعيانين، يعني هشوف حتى ابسط التفاصيل في الزرع بنبص عليها، الفلويد ريبليسمنت مفيش اتفاق عليه. لكن احنا مدرستنا بتقول ان العيان عاده ما بنحبش نعرض العيانين بتوعنا لريسك ان هو يخش في بري رينال اليمنت، فاذا احنا عاده بنخليه على 100% والاورال اوت اوف كوركشن لغايه ما يحصل نورماليزيشن اوف ذا كيدني فانكشن عشان ما يتوهش نفسي. العيان ده خارج من العمليات بكرياتين 10، هفضل اللي يجيبه ياخده اللي يجيبه ياخده لغايه ما الكرياتين 10 ده يبقى 1. اذا لو العيان كان الجرافت حصل لها وورم سكيميا تايم حصل لها اي تي ان، العيان اي شيء حصل له في النص حصل له اي تي ان، انا مش عايز ازود الريسك، فانا هحافظ على البرفيوجن واحافظ على الكوركشن بتاع العيان في الفتره ان الكيدني فانكشن بتاعته لسه مش ستابيلايزد. اول ما يحصل نورماليزيشن اوف ذا كيدني فانكشن ممكن بقى عندي مدارس كتير، ممكن ادخل الاورال جوه التعويض، ممكن اخلي التعويض 50%، ممكن اخلي التعويض ساعتين 50% وساعتين 100%، الموضوع بيتغير على حسب الايفالويشن بتاعك للفوليوم ستيتس والكارديو كونديشن. وده برضو لما بنيجي نراجعه مع الكلينيكال براكتس بتاعنا هتلاقيه تقريبا هو يعني العينين بتوعنا الرينال اللي ما بيخش مثلا بدهايدريشن او في شيء بنديله فلويدز لغايه ما نعوض السي في بي ويبقى ايوفوليميك، وبعد كده نبدا نغير المانجمنت بتاعتنا على حسب السي في بي وعلى حسب الفوليوم ستيتس. فاذا ما تبعدش قوي على الكلينيكال براكتس بتاعك، لكن احنا بنبقى دايما متكتفين ان احنا عايزين نعرف المعلومه اساسها ايه جايه منين. بالنسبة للفيتال ساينز عادة احنا بنقول التمريض بعد العيان ما بيخرج من العمليات انا عايز فيتال ساينز كل ساعة، وبعد كده لما الامور تستابيلايز بنخليها كل 4 ساعات. فانت دلوقتي بالنسبة للبلاد بريشر كوركشن اند ميديكيشنز، يعني ايه كوركشنز اند ميديكيشنز؟ يعني دلوقتي البلاد بريشر انا عايز اركز على حاجات معينة، البلاد بريشر ده بيتأثر بالتعويضات وبيتأثر بالميديكيشن. احنا بندي ستيرويدز وبندي بروجراف وبندي ميديكيشنز كتير بتدخل العيان في ضغط عالي، فما تنساش ان احنا الاسترويدز دي بتنزل كل يوم والكوركشن ده بيتغير كل يوم، فاذا احتياجات العيان للانتي هايبرتنسيف ميديكيشن لازم تتحط في الاعتبار، وهيالي ان انت لازم تحط في اعتبارك انك ما تلجاش للونج اكتنج، الجا للشورت اكتنج، ما تاخدش دايما الادويه الطويله المدى، لانك انت قدام عينك التعويض حالا 100% ممكن الساعه الجايه تخليه 50% ويبقى التعويض ضغط ده مرتبط بالملح اللي انت بتديه. تاني شيء التمبريتشر احنا بنتابعها، احنا مش بس بنجايد بيها الانفكشن في العين بتاع الترانسبلانتيشن، لكن انا حابب استريس برضو ان الريجكشن بيعمل فيفر، فمش لما يجي لك عيان وتبدا يبقى عنده فيفر فتقوم قايل لنفسك ده انا عايز ابجريد الانتي بايوتكس. الموضوع مش كله انتيبيوتكس، ممكن ريجكشن، لكن للامانه الريجكشن ما عادش بيبرزنت قوي بالفيفر نتيجه النيو ايرز بتاعه الايميونو سبريشن والهيفي ايميونو سبريشن اللي احنا بنديها. الريسبيراتوري ريت وانا حابب اركز معاك على ايه، ان العيان الريسبيراتوري ريت مرتبط برضو بشيء بالفوليوم ستيتس، العيان لما يبدا ينهج خلي بالك ان ده عنده ممكن يبقى كونجستد، لما تلاقي العيان نفسه كويس تبقى انت حتى لو السي في بيك عالي شويه ما تبقاش قلقان منه قوي. الهارت ريت وحابب برضو ان انا اعمل ستريس على النقطه دي، بيحصل الكترولايت ديستربنس في البدايه بتاعت الزرع،
فده بيبقى مصحوب بالاريزميز، بالاضافه ان الهارت بتاع العيانين بتوعنا اصلا مش حلو، فانت توقع الاريزميز، فعشان كده لازم العيان يبقى مونيتور، لازم العيان يبقى مونيتور طول الوقت. فاذا دي الانستراكشنز اللي عاده بنقولها للتمريض بتاعنا. يعني مثلا لو لقيت الضغط مثلا 160 على 80 ممكن اخلي التعويضه اللي جايه جلوكوز، ممكن لو لقيت الضغط بيتظبط مع الجلوكوز مجرد بس ان انا قلبت التعويض من بلانسيد سوليوشن لجلوكوز، يبقى انا مش هبقى هاري قوي ان انا اقوم مغير رازع له الكابريسا 10 وكونكورا 10 تحت بند ايه. واحنا اتفقنا ان الكيدني بيرفيوجن بيبقى في الاول محتاج ان المين بلاد بريشر يبقى حوالين ال 80، فانت لو رزعت ادويه هتلاقي الكليه دي تخش في اي تي ان والكليه تقطع خالص، ويبقى بروجنوزس وحش، وتبقى شيء مش لطيف لانك انت لو وطيت الضغط قوي وانت اللي دخلت الكليه في الاي تي ان. This is it. الراندوم بلاد شوجر، الراندوم بلاد شوجر برضو من الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير في العيان بعد الزرع، ان العيان يبقى هايبر جلايسيميك. هايبر جلايسيميا بعد الزرع متوقعه، ان احنا بندي ادويه كتير بتعمل سكر زي ما احنا اتفقنا، البروجراف بيعمل والاسترويدز بتعمل والحاجات دي كلها بتعمل. في بعض الناس تقوم قايل لك من الاول ابدا ادي انسولين علشان خاطر ان التايت كنترول وان الهيلينج والحاجات ديت، فذيس از سكول. وفي بعض الناس يقوم قايل لك ذيس از هايبر جلايسيميا ريليتد دراجز، فانت ويت اند سي. فانت ممكن تلاقي حاله الضغط السكر بتاعه 250، تيجي تحلل السكر بعد ساعتين فولو اب، بس انت عامل فولو اب، تلاقي راندوم بلاد شوجر بعدها بقى 120، فده كان مرتبط بلحظه ان انت كنت معلق الاسترويدز وقتها. On the other hand، لو عايز تلجأ للأسلوب الأبسط إنك تعلق أنسولين من البداية، ممكن تعلق أنسولين أو تدي subcutaneous doses according to sliding scale. الـ CVP بتاعنا المفروض إن هو بيتقاس كل ساعتين أو كل أربع ساعات، والتارجت بتاعنا يبقى على الأقل في الـ Eovolemic side يبقى إحنا حوالين العشرة. الدرينز، الدرينز انت المفروض بعد الزرع انت تبقى عينك على الدرنقه، العيان اللي احنا كنا زارعينه ده كان فيه درنقتين. فلو نفترض مثلا مثال الدرين ديت بتطلع حاجه من ثلاثه، يا بتطلع ليمف، يا بتطلع بلاد، يا اما بتطلع يورين. الليمف ده الطبيعي بس وزن رينج، في بعض الاحيان بقى لما زي ما اتفقنا في السيشن بتاع الاوبريشن بيبقى عندنا مشكله كبيره ان الدرينق فاتحه ليمف. يا اما بلاد، ولو لا قدر الله لا قدر الله الدرينق فاتحه بلاد ده معناه ان العيان بينزف ولازم تجري جري تدخله العمليات. اليورين وده واحد من برضه من السيناريوهات اللي بنشوفها، تلاقي الدرين اللون الميه اللي موجود مش طبيعي، فانت تبقى شاكك فيه قوي ان هو يورين، تسحب فيه كرياتينين. الكرياتينين المفروض ان هو في اليورين اعلى من السيره، فانت لو عندك العيان كرياتينينه 5 وسحبت اليورين لقيته 5، يبقى ده مش اليورين، ده ليمف، ده سيره معادي، سيرس فلويد. لكن لو العيان كرياتينينه 5 وسحبت الدرين الفلويدز الكرياتينين في الدرين ولقيته 15، لا يبقى ده يورين. فاذا عناية على الدرانق، ان لو الدرينز فاتحه بلاد او فاتحه يورين هاخد عليها قرارات، هبقى رابدلي ان انا اخد ديسيجنز الترا ساوند او ان ادخل عن اوضه العمليه الثاني. والوزن ده من واحد من البارامترز اللي بنستخدمهم عشان الايفالويشن الفوليوم ستاتس بتاعت العيان. فاذا ده الحاجات اللي احنا بنقول قايلينها على العيانين. في بقى نقطه عايز استريس عليها معاكم، حتة اليورين اوتبوت. المفروض ان العيان بيجي بول كل ساعة، وبعد كده بعد ما بنسجل العيان كل ساعة والامور تستابلايز بقول للتمريض ممكن تخلي البول كل ساعتين او كل اربعة. امتى بنعمل الكلام ده؟ غالبا مش بعد اول ثلاث ايام، يعني اول ثلاث ايام العيان اللي بيجيبه بنحسبه له في الساعة، جاب من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 9 الصبح 500، يبقى هيعوض 500. انا الكلية دي لسه مش عايز اعرضها اي خالص لريسك الاي تي ان. العيان بعد كده خلاص الامور استقرت وكرياتينه نورمال واموره ماشيه كويس، خلاص يا تمريض يا مس، خلي احسبي من 8 ل 10، والعيان كده كده هو بيشرب في النص، احسبي شربه واحسبي البول اللي بيجيبه وعوضيه بقى ودخلي الشرب جوه التعويض. السؤال بقى اللي عندنا، امتى يعني هل يا ترى لو لقيت العيان كان بيجيب 500 ولقيته بعدها بيجيب راح جايب 100، اتوتر واقلق ولا اعتبر ان ده نورمال؟ انت ايه في رايكم بقى؟ ممكن نفتح الموضوع ده كده دقيقتين كده نتكلم فيه. امتى تقلق من البول بتاع العيان؟ ايه رايكم؟ Any opinions؟
فكره اليورين اوتبوت من اول الماركرز اللي بتحصل فيها اللي بتدل على امبيرد جرافت فانكشن. فانت لو عينك مش على البول هتبقى مشكله كبيره، لو ما انتش فاهم ازاي تترانزليت الفكره بتاعت البول هتبقى مشكله كبيره. فدي الحاجات اللي لازم تبقى عارفها كويس. ايه امتى تقلق من اليورين في رايكم؟ تمام عشان ما نطولش، امتى تقلق من اليورين؟ لو اليورين بروجريسيفلي عمال ينقص، يعني ايه؟ يعني العيان بيجيب 1000 وبعد كده لقيته بيجيب 600 وبعد كده بدا يجيب 400 وبعد كده بدا يجيب 200 وبعد كده بدا يجيب 50 بعد كده العيان هيقطع. ده اللي بنسميه ده اللي يقلقني. السيكونس العيان فيه اندرلاينج بروسيس انا مش عارف ايه هي. الفكره ما فيها ان اليورين اوتبوت عمال بروجريسيفلي ديكريز. طب هاو تو رياكت؟ اول حاجه اللي بنعملها لما بنلاقي اليورين اوتبوت بدا ينقص بالنزول البروجريسيفلي ده، بقوم مدي فلويد تشالنج زي اي عيان في الوجود. لما بتلاقي العيان البول بدا يقل بدي له فلويد تشالنج. لقيت العيان ريسبوندنج ويل على الفلويد تشالنج اذا طبعا هنقسطر هنفلش القسطره زي ما في حد منكم كتب لي على البتاع هاو تو رياكت، هنعمل فلش للقسطره. كده بقول ان مفيش حاجه خالص وبتاع، ادي فلويد تشالنج. فلويد تشالنج لقيت العيان بعد ما خد ال 200 سم سلاين او 200 سم رينجر بعد ما كان جايب 200 راح جايب 400، فاذا مفيش اندرلاينج بروسيس، هو العيان الكدني بتكونسنتريت وخلاص. طب ايه رايكم في يوزنج اوف دايوريتكس؟ Do you recommend using of diuretics لو العيان بدأ بدو يقل؟ تقوم رايح بسرعة هبده 40 ميلي جرام لازكس تحت بند ان هو يجيب بول، ولا ايه رأيكم؟ Using of diuretics if there is a decrease in urine output, do you recommend or not recommend? Okay. لا طبعا اجابه ممتازه طبعا لا. انت دلوقتي لو العيان ايه الاندرلاينج بروسيس، ايه الاندرلاينج ديزيز اللي بتعالجه بالدايوريتكس؟ يعني لو العيان بيريجكت انت بتعالجه بالدايوريتكس ازاي؟ احنا مش بنفر احنا مش احنا صحيح دكاتره نيفرولوجي بس احنا مش هدفنا ان العيان يجيب بول وخلاص. طبعا مكتوب في بعض الحاجات ان احنا بنلجا للدايوريتكس زي ما حضرتكم قلتوا لما بيبقى العيان فوليوم اوفرلودد او شيء، لكن ان العيان استخدم الدايوريتكس امبيريكال كده لمجرد ان البول قل فانا عايز ازود له البول فده فيري باد تشويس. فاذا دلوقتي حاجات غريبه شويه هي اصلا ما عندنا بس هي كانت عايزه تتبلور. ان اليورين اوتبوت امتى قلق؟ لما بلاقي العيان في بروجريسيف ديكريس. وهاو تو رياكت زي ما قلت اكسكلود ان القسطره مقفوله وبعد كده ممكن ندي فلويد تشالنج. يوزنج اوف دايوريتكس لما يكون العيان فوليوم اوفرلود، لكن اذروايز انك تدي دايوريتكس عشان العيان يجيب بول ذيس از نوت ذا رايت مانجمنت. اوكي دلوقتي بقى العيان احنا ظبطنا له اليورين اوتبوت وظبطنا له المحاليل، دلوقتي ايه اللابس التمريض او الفيتال ساينز عرفنا هنتصرف فيها ازاي؟ ايه اللابس اللي هنطلبها للعيان؟ وات از ذا لابس اللي هتطلبها ديلي او هتطلبها للعيان كفولو اب؟ اول حاجه هنطلب سي بي سي، هنطلب كيدني فانكشن، هنطلب ليفر فانكشن، هنطلب الكترولايت، وفي وسط الالكترولايت هنزود البي تي اتش. طبعا هي مش وان اوف ذا الكترولايتس بس انا كتبتها انها ريليتد للالكترولايتس. وهنطلب الاف كي ليفل، وهنطلب كلتشر وسنسيتيفيتي. وكلتشر وسنسيتيفيتي دي مدارس، يعني الفكره ما فيها ان بعض المدارس زي جامعه المنصوره مركز غنين بيبقى عندهم قناعات للعيان اللي كان انوريك بقاله فتره طويله على دياليسيس وانوريك موستلي هيبقى عنده بكتيريا في اليورينري تراكت. فاحسن شيء اول ما الكليه تتحط وتبدا اليورين ينزل والبرادر تشتغل والباسوي ده كله يشتغل غالبا هيبقى فيه ريتيند بكتيريا. فاول يوم بعد الزرع بيسحبوا كالشر سنسيتيفيتي امبيريكال، بياخدوا كالشر سنسيتيفيتي من اليورين وبياخدوا كالشر سنسيتيفيتي من الوند عشان لا قدر الله لو العيان سخن، لو العيان جاله اي مشكله ما نقعدش بقى نقول هو من البول ولا منين ولا انا ساحب كالتشر سنسيتيفيتي. لو في عنده مشكله في اليوريني تراكت اديني سحبت، ولو في عندي مشكله اوبرتيف وفي عندي سيبسس في العمليه
اديني سحبت من الجرح. فدي من دي الخطوط العريضه اللي احنا هندسكس فيها كلابس. يعني دلوقتي برضو انا الحاجات دي كلها هنتكلم فيها ان ديتيلز، بس انا هبدا بالالكترولايت. بالنسبه للالكترولايت اول حاجه هنتضمنها مع بعض البوتاسيوم. هو ديو اكسبكت البوتاسيوم ده هيبقى على عالي ولا على الواطي في رايكم؟ البوتاسيوم هيحصل فيه ايه؟ لو انت متوقع ان البوتاسيوم هيبقى على الواطي، ايه رايكم؟ تاني، بوتاسيوم هايبو ولا هايبر؟ هايبو. الاجابه كانت غريبه جدا، الاجابه على الهايبر. هايبر كاليميا از مور كومن. طبعا الرد الهايبر الهايبوكالينيا دي احنا بنشوفها موستلي عندنا في مصر، لان هنا في مصر ما بنبداش السي ان اي دي ماينس 2. معظم المدارس كانت بتبدا البروجراف متاخر، فكان العيان بيخرج من العمليات البروجراف السي ان اي بتكتف الكدني، لانها بتعمل افرنت فازو كونستراكشن. فالعيان اللي بياخد ما بياخدش سي ان اي في الدي ماينس 2، بتلاقي العيان خارج من العمليات بيجيب بال 3 لتر ولا 4 لتر البوليوريا دي وتعويضها بالصلاين، فدايما غالبا بيبقى معاها هايبوكاليمي. لكن بره قصه مختلفه، هم موستلي بيبداوا السي ان اي بدري، والسي ان اي بتنديوس الهايبركاليميا وفي نفس الوقت بتلم الكدني، فبيبقى التعويض بتاعه قليل. في بعض الادويه طبعا اللي بتدخل العيان في هايبركاليميا زي الاس والارب زي ما احنا كلنا عارفين، والدواء الشهير الترايميسوبريم اللي بنكتبه للعيانين عشان البروتكشن وعشان البروفلاكتيك من النيموسيستيك كارنياي، من الادويه اللي بتعمل هايبر كاليميا. فده حاجه كانت بالنسبه لنا غريبه شويه، لان احنا مش ده برضو اللي بنشوفه عاده في البراكتس، لكن ده مكتوب في الكتب ان الهايبر كاليميا مور كومن زان الهايبوكاليميا بوست ترانسبلانت. ولما جه يكتب الهايبوكاليميا اللي بتحصل ليه، بتحصل طبعا زي ما احنا قلنا ان بيحصل في بعض الناس بتستخدم الدايوريتيك الام تولز بتعمل هايبوكاليميا، والعيانين بيبقى عندهم هايبوماغنيسيميا، وناس العيانين بتوع الدياليسيس بالذات بيبقوا دايما متعودين على الريستريكشن دايتري ريستريكشن اوف بوتاسيوم، فبيبقوا خارجين من العمليات برضو بيبقى عندهم البوتاسيوم انتيك ضعيف شويه. فاذا دلوقتي البوتاسيوم الحاجات برضو اللي عايز اركز عليها، سي ان اي بتعمل هايبركاليميا، السلفه بتعمل هايبركاليميا. فاذا مش زي ما احنا متوقعين ان الهايبوكاليميا هي الموست كومن، الهايبر هي الموست كومن. حتى لما بتيجي يعني نادرا ما بنطلب البوتاسيوم بقى يعني في الفولو اب روتين، لكن لما بتيجي تسحبه بتلاقيه دايما على الهاي نورمال، يعني تلاقيه 5 5.2 يعني. بس احنا ما بنركزش قوي ان ده مرتبط غالبا بالسي ان اي والسلفه اللي احنا بنديه. بالنسبه للباراسورمون والكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم، في حاجات هتبقى النهارده كده غريبه شويه وهتلاقيها لطيفه، يعني انت ما كنتش متخيل ان ده موجود. البي تي اتش، انت متوقع ان العيان بقى ايه اللي هيحصل فيه في البي تي اتش؟ بيقول لك لو العيان عنده سكندري هايبر بارا، فطبيعي ان لما تدخل الكيدني وتبدا تظبط قصه الكالسيوم والفوسفورس، تبدا الموضوع يحصل له بروجريسيفلي امبروفمنت لغايه ما تقريبا افريج 6 شهور لغايه ما ترجع للنورمال خالص. فاذا العيانين بتوعنا مقبول ان بوست ترانسبلانت تلاقي فيهم البي تي اتش عالي شويه لغايه 6 شهور، فده شيء منطقي ما يخوفناش. لكن لو هي تيرشري هايبر بارا، ودي المفروض ان دي من الحاجات اللي تلقطها قبل التحضير، هتبقى الامور مختلفه تمام. ذيس نمبر 1. نمبر 2 دلوقتي بالنسبه للكالسيوم، انت متوقع ايه؟ الكالسيوم هيبقى على عالي ولا على الواطي بعد الزرع؟ كالسيوم عالي ولا واطي؟ يور اوبينيون اباوت كالسيوم. هاي اكسلنت. طبعا البوتاسيوم الكالسيوم هيبقى على عالي. ليه الكالسيوم هيبقى على عالي؟ لان احنا اتفقنا ان الهايبر بارا بتبقى الكيني لما بتتحط بتبقى ما اتحطت وهي بقى هتنزل الفوسفورس وهتعمل اكتيفيشن للفيتامين دي، ومعاها كمان بارا ثايرويد جلاند شغاله من المرحله اللي قبلها، فطبيعي ان العيان بعد كده بيجي له مايلد هايبر كالسيوم. دي لا تستدعي شيء، كل اللي هتحتاج تعمله انك تدي فوسفورس سبلمنت والموضوع بيحصل له ارينجمنت وخلاص، ولا هتحتاج منك اي انترفينشن. طب امتى بقى الموضوع يحتاج منك انترفينشن؟ لو العيان بدا يخش في سيفير هايبر كالسيوم، اديني رقم 11 ونص 12. العيان بدا يخش منك في هايبر كالسيميا، طب انت ساعتها هتضطر تعمل ايه؟ لو لقيت الكالسيوم بدا يوصل منك ل 12 وبقى يخش في سيفير هايبر كالسيميا،
من حقك تستخدم السيناكالسيت. السيناكالسيت من الادويه اللي ممكن تستخدمها في الزرع بعد الزرع، يعني مش هتخاف بقى وانت بتكتب السيناكالسيت تقول ان هو بينتر اكت مع البروجراف او بيقلل الامينو سبريشن او بيعمل مشكله في الجرافت، لا خالص. السيناكالسيت الكالسيوم مايميتكس ديت كان بي يوزد في ترانسبلانتيشن، وهتقلل لك الكالسيوم وفي نفس الوقت هتحسن لك البي تي اتش. طب في بعض الاحيان بقى بيرسيستنت سيفير هايبر كالسيميا، عرف لي اكتر، اكتر من 6 شهور، اكتر من 6 شهور ل 12 شهر، والرقم بتاعنا من 11 ونص ل 12، ساعتها دي انديكيشن فور باراسايتوديكتيف. يبقى احنا دلوقتي ممكن العيان يجي يزنقك وتحتاج تعمل باراسيريديكتيمي بوست ترانسبلانت. طب ايه الحاجات اللي تزنقك؟ ان عندك سيفير هايبر كالسيميا بريزيستنت، او العيان الهايبر كالسيميا دي بدات تدخلك في سيمتوماتولوجي زي ايه؟ ستونز، بدات يحصل ديبوزيشن، بدات تعمل كالسيفلكسس، بدات تعمل بروجريسيف فاسكولار كالسيفيكيشن. يبقى انت اللي عملت في نفسك كده وما حضرتش عيانك كويس. باراسيريديكتيمي بوست ترانسبلانت مش احسن سيناريو، لكن المفروض ان احنا ما نشوفش ده برضو. لو احنا بنحضر عياننا كويس ده ما نمرش بيه. اذا ملخص، بي تي اتش غالبا بيبقى على العالي حتى لو هي سكندري، وهيحصل لها نورماليزيشن في اول 6 شهور. الكالسيوم طبيعي ان هو يبقى على العالي، ما تشغلش بالك قوي، هو هيظبط نفسه. الا اذا لو بدا يخش في سيفير هايبر كالسيميا استخدم سيناكالس، بقت بيرزيستنت او بقت سيمتوماتيك، اعمل باراسيتامول. بالنسبه للفوسفيت والمغنيسيوم انت متوقع ايه؟ طبعا للاسف انا عملت الاجابه من البدايه في البتاع، الفوسفورس هيحصل فيه هايبو. وايه اللي يعمل الهايبو؟ حاجات كتير قوي مع بعض. ان الفوسفورس ريتش فودز والكالسيوم كونتيننج فوسفيت بقى ديت الحاجات الاشهر، لان طبعا العيان بيبقى عنده هايبر بارا سكندري هايبر بارا، والسكندري هايبر بارا بتعمل لوس للفوسفورس في اليورين. فدي بتبقى علاجها ايه؟ علاجها مش انك يعني مش محتاج قوي انك تكون اجريسيف او انك تدي لها ميديكيشنز خاصه بيها، يكفي انك انت تديها فوسفيت ريتش دايت هيظبط الامور لوحده. اذا ما اناش محتاج ان انا اكتب فوسفيت دراجز عشان خاطر احسن الفوسفورس. المغنيسيوم بقى زي ما احنا قلنا فوق، مين الاوقع؟ المغنيسيوم الواطي ولا المغنيسيوم العالي؟ المغنيسيوم الواطي، الهايبومغنيسيوم. طب السؤال بقى، هل الهايبومغنيسيميا تقدر كان بي كوركتد باي دايت ولا هحتاج ادي ميديكيشنز؟ لما تقراها هتلاقيها الموضوع الدايتري مغنيسيوم از انسفيشنت، is sufficient. فانت لازم هتدي مغنيسيوم up to انك انت لازم هتمشي العيانين بتوعك على اورال مغنيسيوم سبلمنت في الاول، وممكن وانت في المستشفى تدي له مغنيسيوم برينترال طول ما انت في المستشفى، خصوصا في العيانين اللي عندهم مشاكل هارت وعندهم ريسك في اريزميس. اذا دلوقتي بقى تاني، الكالسيوم هيظبط حاله لعدد سيفير وعدد بريزيست. الفوسفورس هيبقى هايبو لكن الاكل كفايه لوحده. المغنيسيوم مخرج العيان على مغنيسيوم على مغنيسيوم سبلمنت، وانت في المستشفى ابقى اديله بارنترال مغنيسيوم، خصوصا العيانين اللي بيجي لهم اريزميز مع الهايبو مغنيسيوم. كنا احنا بنتكلم في الاول ان العيانين بتوعنا بنعمل لهم هيباتيك بايو ماركرز، بنعمل لهم ليفر انزيمز زغوتوس جبت. طبعا الفريكوانسي بتاعهم مش كتير، يعني ممكن تعملهم مثلا في الدي 2 وممكن تعملهم في دي 6 تحت بند ان انت تشوف الليفر انزيمز اخبارها ايه. الطبيعي انك انت بتلاقي مايلد اليفيشن في الليفر انزيمز، وده شيء كومن ريليتد للدراج توكسيستي، وان ده ترانزينت وسيلف ليميتنج ودوز ديبند، يعني وقت ما الجرعات بتاعتك هتتظبط الليفر هيبقى زي الفل. اصلا باي زاوية عشان تبقوا عارفين، التاكروليماس لما طلع للليفر ترانسبلانتيشن ما كانش للكيدني. فاذا هو صحيح بيعمل مايلد اليفيشن للليفر انزيمز وبيعمل مايلد هايبربروبينيميا نتيجه الديفكت بتاعه البايل سيكريشن، لكنه في الاخر الموضوع دراج ريليتد. الملحوظه بقى، المعلومه لازم تبقى عندنا، ما تقعدش تصغر مخك وتقعد تقول ان لما العيان يحصل له اليفيتد ليفر انزيمز تقول ده ريليتد للتاكروليماس. ممكن عيان يكون في شيء تاني هيدن، ممكن يبقى العيان زي ما احنا اتفقنا في السكريننج بتاع الدونر، واحنا قعدنا نتكلم على ان الناس بتعمل سكريننج للهباتيتس بي ازاي وهباتيتس سي ازاي. فتلاقي العيان بعد الزرع جاله هباتيتس بي او هباتيتس سي، وانت قاعد عمال تقول التاكروليمس التاكروليمس. ف
But this is not right. Normally, liver enzymes, these self-limiting or drug-related. لو لقيت الدنيا مش ماشية كده, search for another cause. أرجوك search for another cause. الهيماتولوجيكال ابنورماليتي. الهيماتولوجيكال ابنورماليتي الطبيعي إن العيان بعد الزرعة بيبقى أنيميك, بيبقى أنيميك بالنسبة للهيموجلوبين. هتلاقي الأنيميا هيموجلوبينه 7, هيموجلوبينه 8 أو 9, في حصل هو أصلاً من الأول سي كي دي وعنده مشكلة في الإيزا سيربي, وبعدين العيان دخل عمليات ونزف فطبيعي, أو خد إندكشن فطبيعي إن هو تلاقي فيه عنده أنيميا. من ضمن الحاجات اللي بنستدل بيها على الفانكشن بتاعة الجرافت ديت إن الأنيميا بتتصلح. يعني تلاقي مثلا العيان بعد الزرع هيموجلوبينه 8, تلاقي على دي 3 بقى 8.5, بقى 9, بقت 10, الجرافت بدات تشتغل وبدات تخرج ريسوفيتين, والعيان بدا الهيموجلوبين يتحسن. في ديفينيشن كده هنقراه, حاجه اسمها بوست ترانسبلانت اريثروسايتوسيس. يعني ايه الديفينيشن ده؟ يعني تلاقي العيانين بعد الزرع, وطبعا مش ده بعد العمليه على طول, يعني ده هيقعد شويه, فتلاقي العيان وهو بيتابع معاك تلاقي الهيموجلوبين بتاعه 19 وتلاقي الهيموتوكريت معدي 52. فده حاجه شهيره قوي بتحصل بعد الزرع اسمها بوست ترانسبلانت اريثروسايتوسيس ريليتد للتاكروليز. فدي هنتكلم عليها بعدين. ديت من الحاجات اللي طبعا المخيفه بالنسبه لنا, ان هي بيبقى ريسك اوف ثرومبوزس, وانك المفروض انك انت لو العيان ما زودش الشرب وخد اسبرين والامور ما اتحسنتش, ساعات بتضطر تمشيه على حاجه اسمها فينو سكشن. امتى بنعمل الفينو سكشن؟ رقم هيموتوكريت اكتر من 52. الميتوكريت 52 ده انديكيشن, اكتر من 52 ده انديكيشن فور فينو سكشن. معظم العيانين بيحتاجوا ان احنا نمشيهم على اس والاربز, لان الاس والاربز من ضمن الحاجات اللي بتتحط في التريتمنت بتاعت البوست ترانسبلانت اريثروسايتوسيس. بس ده مش موضوعنا دلوقتي. فالقصد ان دلوقتي ان الهيموجلوبين ليفل والهيموتوكريت ديت من الحاجات اللي بتبقى تعمل ثرومبو امبوليك. وحط الاس رقم ده في دماغك, العيان بتاع الزرع غالبا بتلاقي هيموجلوبينه على عالي مش على الواطي. العيان ده ممكن يحتاج يمشي على فينو سكشن لو الهيموتوكريت معدل 52. تبقى ده هي, لو ما خدتش بالك ان الهيموتوكريت معدل 52 ممكن وما عملتلوش فينو سكشن, لانك انت ممكن تطير الجرافت. لقيت طير الجرافت بيحصل ثرومبوزس في الجرافت والكليه بتطير. فذيس از نوت ان سمبل ايشو, ذيس از ا فيري كلير مسج. ارجوك لو لقيت الهيموتوكريت معدل 52, ارجوك يا اما العيان يزود شرب ويمشي على اسبرين, نمشي على فينو سكشن. المهم تصرف, ما تسيبش العيان على كده عشان ما يجيلوش ثرومبوزس. البليتلتس, البليتلتس حاجات برضو انا حبيت ان اعمل استرس عليها. من الحاجات اللي بتخوفنا في الاندكشن في الاي تي جي هو ثرومبوسيتوبيني. فالبليتلتس الطبيعي ان هي ما بقاش فيها حاجه, لكن ممكن يحصل فيها ثرومبوسيتوبينيا ريليتد للاندكشن. وعشان كده المدارس اللي بتحب تقسم الاي تي جي على ايام ما بتحبش تديه مره واحده, بتخاف منه عشان حته الثرومبوسيتوبينيا المريعه هو والليمفوبيني والليكوبيني. فالثرومبوسيتوبينيا ريليتد للاندكشن وريليتد للميديكيشنز وريليتد للبلاد والفلويد دايليوشن. انت دلوقتي عمال تعبي العيان فلويدز, فانت دلوقتي عمال تعمل دايليوشن, فتلاقي البليتلتس بقت 110 او 105. فانت تبقى عمال تقول لنفسك, هو ايه في اندرلاينج بروسيس ولا هو العيان دي دايليوشن؟ طب ليه في اندرلاينج بروسيس؟ في حاجه بتخوفنا قوي بعد الزرع, حاجه اسمها ثرومبوتيك مايكرو انجيوبس تي ام اي. والتي ام اي تلاقي البليتلتس بدات تقع, وتلاقي العيان بدا يجي له الالكالين فوسفاتيز يعلى والبليروبين يبدا يعلى شعر. فتبقى عمال تقول هو البليروبين بيعلى عشان الهيموستيزيس بتاعه الباي اللي بيحصل من التاكروليمس, ولا ده تي ام اي خصوصا لو البليتلتس بتوطى؟ فتبقى الشيء من لحد ما مربوط في بعض. لكن قصد الروايه ان البليتلتس عاده لما بترتبط بالاندكشن وترتبط بالبلاد والفلويد ريبليسمنت. الوايت بلاد سيل الطبيعي انك انت متوقع ان الوايت بلاد سيل تبقى على العالي ولا تبقى على الواطي؟ المتوقع ايه؟ المتوقع الغريب ان العيانين بيجي لهم ليكوسايتوزس. طب ايه اللي بيعمل ليكوسايتوزس؟ اللي بيعمل ليكوسايتوزس الليسترويدز. طبعا كلنا عارفين ليكوسايتوزس اشهر في الزرع من الليكوبيني. الليكوبيني مش هتشوفها غير مع الاندكشن. او لو لقيت بريزيستنت ليكوبينيا, ابدا هطلع لك بقى شبح في دماغك حاجتين مهمين قوي, اشهرهم السيتوميجالوفيروس.
السيتوميجالو فيروس والبارفو فيروس من الحاجات اللي بتعمل نيتروبينيا. فالعيان ممكن يبريزنت نفسه بيسموها سي ام في سندروم. لما هنتكلم في الانفكشن، لما بيجي له انفكشن بسي ام في بتلاقي التي ال سي بتاعه على الواطي، او بتلاقي في بعض الاحيان اللي عندهم مشكله مع الام ام اف بيبقى برضه التي ال سي بتاعهم على الواطي. يبقى الميديكيشنز او الانفكشن هم دول اشهر حاجتين بيعملوا له ليكوبيني. طب امتى، السؤال الثاني، امتى نحتاج ندي سبكوتينيوس جرانيلوسايت ستيمليتنج فاكتور؟ انت ندي بالبلد النيبوجين. النيبوجين مش روتين ان احنا بنستخدمه في بعض العيانين اللي خدوا الاي تي جي، لجأنا ان احنا ندي النيبوجين لان الاي تي جي دخلهم في سيفير ليكوبينيا، والرقم اللي لازم يبقى واضح في دماغك نص. الوايت بلاد سيل كلها على بعضها جنرالي نص، ساعتها تضطر تدي نيبوجين. ملخص الهيماتولوجيكال انورماليتي، كل شيء موجود. الطبيعي ان الهيموجلوبين يرفع، يرفع لغايه امتى؟ يرفع لغايه ما بيحصل حاجه شهيره قوي اسمها بوست ترانسبلانت اريثروسايتوزس، واحنا عرفنا ان الرقم الكات اوف بالنسبه لنا الهيموتوكريت اعلى من 52. البليتلتس ممكن تبقى قليله من اندكشن، ممكن تبقى قليله من ميديكيشنز. من ميديكيشنز المقصود بيها الكومبليكيشن بتاعت الميديكيشن زي التي ام اي، وممكن تبقى ريليتد للبلاد والفلويد ترانسفيوجن. الواي بلس سيل طبيعي ان تبقى على عالي، لكن ساعات بتبقى على الواطي. ساعات تبقى على الواطي ليه؟ ساعات على الواطي ان احنا ادينا اندكشن او ممشيين عينة على ام ام اف، والاثنين دولت بيعملوا ليكوبينيا. وفي بعض الاحيان لازم نحط في دماغنا ان السي ام في لو الموضوع بيرزيستنت. فاذا دلوقتي كل شيء وارد. الراديولوجيكال ايفالويشن، سين سؤال، هو الالترا ساوند، الالترا ساوند والدوبلكس هم عاده اللي بنعملهم كارديولوجي. اللي اشتغل في الزرع منكم هيبقى عنده الاجابه ديت. احنا بنعمل الالترا ساوند عاده في السنتر، تايمنج بنعمله امتى؟ وهل يا ترى الالترا ساوند ممكن تشخص بيها ريجكشن ولا لا؟ سؤال. انت دلوقتي عندك العيان في السنتر بتاعك، في الكي تي يو بتاعتك، والعيان حد قال لك انت ليه ما عملتلوش الترا ساوند ودوبلكس؟ فهل يا ترى امتى التايمنج بتاعه؟ وهل يا ترى لما انت بتعمل الالترا ساوند والدوبلكس انت متوقع منهم ايه؟ متوقع منهم انهم يشخصوا لك ريجكشن، ولا يشخصوا لك اي تي ان، ولا يشخصوا لك ايه؟ This is the question. Anyone know the answer? Please just communicate in the chat. Okay, just for lack of time. This is a diagram for the ultrasound and the duplex. انا بس حابب ان انا استرس على كام نقطه. اولا في سكولز تبقى بتعمل الدوبلر والالتراساوند امبيريكال، ومن في بعض الناس، في بعض السنترز بتعمله ديلي. يعني العيان خارج من اوضه العمليات بيعمل دوبلر والتراساوند عشان يتاكد ان الجرافت دوبلر قوته، ان هو بيقول لك ان الجرافت دي بيرفيوزد فقط لا اكثر ولا اقل. الالتراساوند تقدر تشوف بيه اذا كان في كولكشنز او في بوست اوبراتيف كوز، بوست رينال كوز. فاذا قوه الالترا ساوند اكتر في البوست رينال، وقوه الدوبلكس يقول لك بوزيتيف اور نيجاتيف، يعني الجرافت دي بيرفيوزد ولا مش بيرفيوزد. فذيس از ايشو. فاذا دلوقتي في حاجات كتير قوي، في ستادز كتير قوي، في حاجات اتعملت كتير قوي عشان تقول ان الجرافت ديت بالالترا ساوند تقول ان ديت في ريجكشن او مش ريجكشن، يقول لك ان الجرافت سوولن وحاجات كتير كده. لكن قولا واحدا، ما فيش حاجه بتشخص ريجكشن، وما فيش حاجه بتشخص غير ريجكشن غير بايوبسي. فاذا الالترا ساوند ما هياش كونكلوسيف، ومش هتقدر تاخد عليها قرار بايوبسي لمجرد بس ان بتاع الالترا ساوند والكرياتينين ماشي كويس واليورين قوي ماشي كويس، ويقول لك ان بتاع الالترا ساوند يقول لك ان الجرافت سولن او مقال بايوبسي تحت بند ان هي ريجكشن. خالص خالص الالترا ساوند دورها اكسكلود شيء بوست رينال. لو في عندك كولكشنز او عندك حاجه ضغط لك على الكدني وقفلها، او ان في كولكشنز او في حاجه انيميا حاجه مش مفسره لكن تشخص بيها ريجكشن او تشخص بيها اي تي ان مش هتبقى مقبول. الدوبلر دوره ان يقول لك او لا، جرافت دي بيرفيوزد ولا مش بيرفيوزد. اكثر من كده في الوقت الحالي مش هنحتاج. طب الدياجرام بقى قبل ما ده الملخص بتاع الدياجرام قبل ما نقرا الدياجرام بقى.
ببساطة اللي يقول لك اهوت absence or reduced flow، يبقى في عندك غالبا arterial obstruction، يبقى ده محتاج يعمل رينال انجي. اذا فالدوبلر لوحده مش كفايه. انت وانس ان بتاع الدوبلر قال لك ان الجرافت دي مش بيرفيوزد، خلاص رينال انجي مضطر اعملها بالصبغه مضطر، لان كده الكليه هتطير مني، ولا اذا كان في اي انترفنشن محتاج ان انا اعمله رابيدلي زي ما احنا كنا بنتكلم في السيشن بتاع الاوبراتيف. طب ايه تاني اللي هنحتاج نعمله؟ ده اللي هو الفاسكولار، ده دور الدوبلر. ده بقى دور الالترا ساوند. دور الالترا ساوند ايه؟ ان دلوقتي زي ما احنا اتفقنا ان الدوبلر يقول لك ده جود فلو، لكن العيان كلينيكالي عنده بور فانكشن، يبقى انت محتاج تبص على الدايليتد بلفي كاليسيال سيستم وتتاكد ان مفيش ليك ومفيش. دي الحاجات البوسترينال كوز او يورولوجيكال. طب ايه الدايره الاخيره اللي ظهرت دي؟ اقراها كده، بور فلو اند فانكشن. يعني ايه بور؟ يعني دلوقتي انت عملت دوبلر مديك ان الفلو موجود لكنه بور، والعيان مش الجرافت مش فانكشن، يبقى ده موستلي اكيوت ريجكشن او اي تي ان. اكيوت ريجكشن او اي تي ان، ده الخلاصه. فاذا دلوقتي لما تيجي تعمل انفستيجيشن او تعمل راديولوجي، تبقى انت عارف القيمه منه الدوبلر يا يا لا، الجرافت دي بيرفيوزد ولا مش بيرفيوزد؟ مش بيرفيوزد، خلاص يبقى انا هعمل رينال انجيو وهدي للعيان صبغه وانا راضي ان العيان كده في ريسك دلوقتي، بس انا مضطر ان انا الحق الجرافت. الالترا ساوند دور ان انا اركز على اليورولوجيكال والبوست رينال كوز، لكن لمجرد ان هو يقول لي العيان يقول لي العيان ده الالترا ساوند مطلع لك ريجكشن، او انا واخد بايوبسي وامشي ورا بتوع الالترا ساوند، ده مش هيبقى قرار مقبول. ده مش مقبول انك تمشي ورا بتوع الالترا ساوند. الالترا ساوند دورها مش اساسي، اب تو ان في بعض السنترز، والسنتر اللي انا شغال فيه منهم الراديولوجيكال ايفالويشن ده بيتعمل زيه زي البايوبسي، جاست اف انديكيتد. يعني العيان مش سموس ومفيش اي حاجه خالص والدراني فاضيه والدنيا ماشيه زي الفل، انا اعمل الترا ساوند ودوبلكس وغرم من عيان فلوس ليه؟ الحاجات دي كوستي، وخصوصا ان هي كمان ممكن تبقى ميس ليدنج. يعني هي ريتها تبقى كوستي، ممكن كمان تبقى ميس ليدنج لو الاوبريتور مش شاطر. في بعض السنترز تقوم قال لك لا ده انا هعمله كل يوم للعيان، في بعض السنترز اقول هعمله داي 2 داي 5. الفكره ما فيها انك تبقى عارف السنتر بتاعك راديولوجيك. يعني انا لما باجي اشتغل في سنتر دياليسز بسالهم هو ايه البروتوكول بتاعكم في الراديولوجيكال ايفالويشن، ايه البروتوكول بتاعكم في الكروس ماتش او في التيشو تايبنج او 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 لان دي بتختلف من سنتر للتاني. هندي بقى مثال للعيان بتاعنا الغلبان اللي احنا كنا بدانا بيه، العيان اللي اسمه علي احمد اللي كان 35 سنه، اللي هو زرع وكان الماتشنج بتاعه تحفه وخارج لك من اوضه العمليات، هتعمل معاه ايه؟ اول حاجه هتدي اوامرك بالنسبه للفلويد ريبليسمنت، اختياراتنا بالانسد سوليوشن، هتعمل ايه في الكوركشن؟ 100% العيان خارج لك بهارت كويس وفوليوم ستاتس مش وحشه، وانت سمعت الشيست لقيته كلير، والعيان لسه ما بداش اورال، فانت هتعوضه 100% بالانسد سوليوشن والاورال اوت. وبعدين لغايه امتى؟ لغايه ما العيان يحصل نورمال كيدني فانكشن. طب العيان حصل ايفنت في النص، وات ايفر ايه الايفنت، ممكن تغير، ده مش قران. الفلويد ريبليسمنت ونوع الفلويدز دي مش قران، ممكن العيان لو ضغطه 180 190 مش هحط بلانس سوليوشن، هحط جلوكوز، تعودتني اللي جايين جلوكوز. فاذا الموضوع متغير. اوامرك ايه بالنسبه للتمريض؟ بالنسبه للفيتال ساينز، الفيتال ساينز هقول لهم كل ساعه ولا كل اربع ساعات؟ اول في الاول بنخليها كل ساعه، بعد كده لما العيان يبقى مور ستيبل بنخليها كل اربع ساعات. مثال العيان ده ضغطه حاليا 150 على 70، هتدي ادويه ولا مش هتدي؟ مش هدي. تمبريتشر بنتابعها، وقلنا ان التمبريتشر مش بس انفكشن، دي ريليتد للريجكشن. الريسبيريتوري ريت بتاعنا كويس، والعيان هارت ريت بتاعه كويس، ومفيش اي اريزميز ولا شيء. الراندوم بلاد شوجر بتاعه كل اربع ساعات او كل سته. في الاخر زي ما الحاله دي فيري ريال كيس، العيان الراندوم بلاد شوجر في الاول مع البلس سترويدز كان 300، وبعد كده نزل من غايه 150، وبعد كده 200، وبعد كده 140. الريسك الهايبرجلايسيميا بوست ترانسبلانت لوحدها دي ريسك، يعني الامانه الهايبرجلايسيميا بوست ترانسبلانت دي لوحدها ريسك، لكن هي لا يعني ريسك لحاجه اسمها نيو اونست دايابيتس افتر ترانسبلانتيشن. يعني ممكن العيان يقلب سكر، لكن هي مش سكر، يعني هي لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش يا ترى العيان عنده السكر ولا الادويه بتاعتي اللي انا مديها هي اللي عامله له السكر العالي. بالنسبه للابس هنتابع سي بي سي، هنتابع سي بي سي يوميا، كيدني فانكشن يوميا، ليفر فانكشن لا مش محتاج اعملها كل يوم، ممكن اعملها مرتين في اول اسبوع، ممكن اعملها ثلاث مرات على حسب البروتوكول بتاع السنتر بتاعي.
الكترولايت عرفنا ان احنا هنركز على ايه، هنركز على الكالسيوم، هنركز على الفوسفورس، هنركز على المغنيسيوم، هنركز على البوتاسيوم. البوتاسيوم طب بيبقى غالبا على العالي، والمغنيسيوم بيبقى غالبا على الواطي، والكالسيوم على العالي، والفوسفورس على الواطي، زي ما احنا اتفقنا. واتفقنا خطوط عريضه، مغنيسيوم لازم يتعوض بارنترال، مغنيسيوم غالبا العيان هيحتاج يخرج على اورال مغنيسيوم وهو خارج. الايمونولوجيكال بروسيس زي ما احنا قلنا اتفقنا، العيان ده هياخد تريبل ايمينو سبريشن، واحنا قلنا ام ام اف سيلسبت، وهياخد بروجراف، وهياخد استيرويدز. المدرسه بتاعتنا ان احنا بنعمل مونيتورنج للليفل كل 3 ايام. والمدرسه بتاعتنا ان السلسبت بيتقسم على ديفايدد دوز. يعني ايه؟ يعني طبيعي ان احنا في الاول بندي الام ام اف السلسبت، بنديه 1 جرام صبح 1 جرام بالليل. العيان بعد الزرع احنا كان لنا تجارب ان العيان بعد الزرع السلسبت بيعمل سيفير جي اي تي ابسيت، فممكن يهيج المعده قوي قوي قوي، وممكن يعمل انتستينال بيرفوريشن. فشفنا حالات بيحصل معاها انتستينال بيرفوريشن. فاحنا بقينا نقسم السلسبت على 6 جرعات، مش على 3، على 4 جرعات. يعني مديه قرص 500 كل 6 بدل ما نديه قرصين اللي هو ال 1 جرام كل 12. This is our school. يعني فمش يعني ممكن متروكه لك، يعني دي الموضوع ده مش اجباري. وبنتابع الليفل زي ما احنا اتفقنا كل 3 ايام. احنا عاده بنبدا بالتاكرولوماس ليفل، بنعمله عند دي 2، وبعد كده كل 3 ايام بنعيد، كل 3 ايام بنعيد. فالتاكرولوماس ليفل اتعمل في هذا العيان وكان طلع 4.5، وعلى حسه زودنا البروجراف. اليورين اوتبوت بتاعه زي ما احنا شايفين قدام عينينا، اول كان كل ساعه، وبعد كده قلبناه كل ساعتين، وبعد كده انا بديك هنت في النص، لقيت العيان كان بيجيب يورين 600، وبعد كده العيان بدا يجيب 300، وبعد كده قلنا بدا يجيب 100. هتتصرف ازاي؟ ده مش معنى كده ان العيان بيريجكت، لكن لو اديت فلويد تشالنج واوبتمايز، يعني مثلا لو عندك حاجه مفسره، انت اديت انت هايبرتنسيف ميديكيشن وضغط العيان بقى 160 والعيان بدا يجيب 100 في الساعه واليورين اوتبوت بدا ينزل، يبقى يعني بالنسبه لك الامور مفسره. العيان ضغط واطي والكيدني مش بيرفيوز، فالضغط بدا يوطى، مش هتقول العيان ده بيريجكت، فارفع ضغط العيان شويه، سواء اذا كنت عايز تعلي له دوبامين رينال دوز او عاو او 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 او، ارفع ضغط العيان وادي له فلويد تشالنج، وحسن الحاجات البريزستنج فاكتور اللي عمال يقلل اليورين اوتبوت. لو اليورين اوتبوت فضل بريزستنت اللي عمال يقع ينزل ومش بيرسبوند لاي انترفنشن انت بتعمله عشان تصلح الموضوع، فاذا العيان فيه اندرلاينج بروسيس ممكن تفكر في حلول اخرى. السي في بي بتاعك اخبارها ايه؟ السي في بتاعك 10 ولا السي في بتاعك 6 ولا السي في بتاعك 5 ولا السي في بتاعك 3؟ فاذا لو انت خدت بالك الكورليشن انا قصدها هنا من هذا السلايد، ان لما العيان كان السي في بتاعه 10 كان بيجيب 600 في الساعه، عيان لما بقى سي في بيه 6 او 8 بدا يجيب 300، لما العيان بدا يبقى سي في بيه 100، السي في بيه 3 بدا يجيب 100. فاذا ما تتسرعش وتاخد قرارات عنيفه. اليورين اوتبوت بتاع العيان الترانسبلانتد زيه زي العيان العادي خالص، مرتبط بالفوليوم. شربت كتير هتجيب كتير، مش شربتش خالص وكان الانتيك بتاعك وحش هيبقى اليورين اوتبوت بتاعك وحش. فعشان كده هي دي الثقافه برضو بتاعت ان ارجوك ما تخليش الفلويد ريبليسمنت اقل من 100% في الاول خالص، لغايه ما الامور تستقر، انك لما هتقلل التعويض انت صحيح بتحاول تلم العيان، لكن ان ذا اذر هاند بتلعب بالنار، لان ممكن العين يخش منك في اي تي ان وحاجه مش مستاهله، والاي تي ان بيبقى رخم، يعني ممكن العين يقعد اب تو 3 مانس. الدرينز زي ما احنا قلنا ان الدرينز احنا كنا حاطين واحده اوبن واحده كلوزد، وبعدين الدران زي ما احنا كاتبينهم كده في اول يوم كنا جايبين 300 واحده 150، وبعد كده 250 و300. لو الارقام كانت اعلى من كده كنا ساعات بنسحب كرياتينين في الدرين، والكرياتينين في الدرين ده بنقول لك ان العيان بيجيب يورين في الدرنقه، وده ساعتها لو الكرياتينين في الدرين طلع عالي اعلى من السير. في الاخر احنا اتفقنا ان عاده لما الدرانق بتبقى جايبه تقريبا تحت ال 100 الدرانق بتتشال، فهذا السيناريو اللي حصل في هذا العيان. فاذا دلوقتي لما حضرتك هتبلغ الاستشاري او هتيجي تمر على العيان او ايه الوجهات النظر اللي انت عايز تعملها، عايز تقرر فلويد ريبليسمنت اخباره ايه، الفايتال سنس هتقيسها كل قد ايه، الراندوم اخباره ايه، اللابس اللي هتعملها ايه النهارده، الايمينو سبريشن اخبارها ايه ومردودها على ارض الواقع، اليورين اوتبوت اخباره ايه، والسي في بي والويت اللي احنا قلنا هنستخدمه كماركر للفوليوم ستيتس. لكن انا برضو حابب استريس في هذه النقطه على حاجه معينه، الدراي ويت الديلي ويت ما بقاش دايما اكيوريت،
يعني برضو ما تقوليش مثلا ان العيان عشان وزنه كان 89 وبقى وزنه 94 فاذا العيان ده كده اوفرلود خالص خالص. فالديلي ويت بيتاثر بحاجات كتير قوي، ممكن الميزان يبقى فيه مشكله او العيان بدا ياكل كويس وبدا يدخل، خصوصا مع الاسترويد العيان الشهيه بتبقى عندهم عاليه جدا، لكنه ماركر، لكنه حاجه بنستخدمها في وسط الحاجات. فما مش ما تقوليش مثلا العيان اوفرلودد وهو كان وزنه 89 وبقى وزنه 85، اوفرلودد ازاي؟ ده العيان المفروض ان هو وزنه اقل من الوزن، فاذا هيبقى له قيمه في بعض الاحيان وفي بعض الأحيان، بس مش كل حاجه، زيه زي السي بي بي. احنا في بعض الاحيان كنفرولوجيست طبعا احنا كلنا عارفين التفاصيل دي، مش محتاجه انا اقول لحضرتكوا عليها، ان السي في بي ساعات بيبقى عندنا عالي وساعات بيبقى مقتنعين ان السي في دي مش ماشي مع العيان، العيان شكله ديهايدريتد، والسي في بي ممكن يبقى فيه ايرورز نتيجه حاجات ريليتد للرايت سايد او ريليتد للاسايتس او. فاذا دلوقتي احنا في هذا العيان اتفقنا على المبادئ اللي هنعملها فيه. الكلينيكال اكزامينيشن هبص بقى، انا داخل ابص على العيان، هبص على ايه؟ هبص على الفيتال سايلز، هبص على اهم حاجه اللي احنا دايما بتوع الزرع تلاقيهم مركزين عليها، البريفرال بالسيشن. البريفرال بالسيشن وخاصه الدروسيلا سبيدس، مش بس الدروسيلا سبيدس، الدروسيلا سبيدس بتاع الناحيه اللي زرع فيها. ليه؟ لان كان في السيشن بتاع الاوبريشن احنا اتفقنا ان الريسك بتاع الدي في تي عالي جدا بوست ترانسبلانتيشن. ليه؟ لان الجرافت بتتحط ترفع الضغط الانترا ابدومينال بريشر وبتحصل استجنيشن في الجزء اللي تحت، بالاضافه ان انت بتبقى موصل وعامل مقلل البرفيوجن في فتره العمليه، ده غير ان العامل سوتشرنج على الفين، فاذا لو حصل لوس اوف بالسيشن في الناحيه اللي فيها العمليه، مصر هتبقى شاكك ان العيان ده فيه شيء نتيجه للارتري والفين الانستموزس اللي المعموله عليه دروسال سبيدز ارتري، وان العيان لازم تتاكد ان ما فيش اي في ساينز اوف دي في تي. لو حصل لا قدر الله دي في تي في الناحيه بتاعه الجرافت، الجرافت بتبوظ. لو العيان عنده مشاكل في البلسيشن بتاع الدورسال سبيدس، العيان ممكن الرجل يحصل لها امبيوتيشن ارتيريال اسكيميا، لان الجرافت عامله ستيلينج خصوصا في العيان الاسف سكليروتيك. فدي من الحاجات اللي احنا بنبص عليها، الدورسال سبيدس بلسيشن كارتري، ونبص على الساينز اوف دي في تي كافي. الفوليوم ستيتس بنحب نقيمها طبعا، لازم تتقيم كل شويه. الفاسكولار اكسس لو كان موجود، الفاسكولار اكسس بالنسبه لي بيبقى مصدر قلق، وعادة الفاسكولار اكسس مش بنقفله خالص بعد العملية. العيان لا قدر الله ودخل في ريجكشن او دخل واحتاج يرجع على دايلسس، فاحنا غالبا مش بنقفل الفاسكولار اكسس الا اذا كان عامل له مشاكل مش حاجة جمالية او شيء، لكن مش روتين بصراحة ان احنا بنعمل فاسكولار اكسس اوكلوجن. هنسمرايز بقى العيان بتاعنا، ملخص العيان تاني عشان الناس اللي دخلت معانا في النص. احنا عندنا عيان اسمه علم احمد، 35 سنه، بري امتف ترانسبلانتيشن، زارع من غير ما يخش على غسيل، والبرايمري كيدني ديزيز مش معروف، والاوبريشن ووز انكومبليكيتد، والاسكيميا تايم كان 30 دقيقه، ويز اميديت جرافت فانكشن. يعني ايه اميديت جرافت فانكشن؟ يعني غالبا لما نقول لفظ اميديت جرافت فانكشن زي ما اتفقنا الديفينيشن ده معناه ان العيان بيجيب يورين اوتبوت 3 لتر في اليوم، وان العيان حصل له نورمال كيدني فانكشن على الاسبوع الاول قبل ما بيخلص الاسبوع الاول. وبعد كده فاذا فاحنا حصلنا ان هم كيدني فانكشن على اليوم الرابع، والدرانق اتشالت في اليوم الخامس، وان العيان واخد جرافت من دونر، والجرافت دي كانت دبل ارتري، واخدنا الناحيه الرايت والناحيه الرايت كانت دبل ارتري، والعيان ده الايمونولوجيكال ريسك بتاعه كان قليل، العيان كروس ماتش سي دي سي نيجاتيف، والماتشنج 4 على 6 والميس ماتش 2، والبي ار اي بتاعه كان نيجاتيف، وهو واخد تريبل امينو سبريشن، تريبل كونفنشنال من غير اندكشن، ما خدش اي تي جي لان كان ايمولوجيكال ريسك بتاعه قليل، واخد تريبل وبادئين التاكروليمس من داي ماينس 2، وعملنا الليفل على داي 2 ولقيناه 4.5، ووزن العيان 89 وبقى زاد ل 94، والعيان دلوقتي ايه فوليميك، وانا قررت ان انا اقلل التعويض. انا حالا قررت ان انا اول التعويض زي ما احنا اتفقنا ل 50%، ودخلت كمان الشرب جوه التعويض. فده احنا عديه الايه؟ السادس. زي ما احنا اتفقنا ان موضوع التعويض وموضوع الفلويدز ده بيتغير من عين الاخر حسب ما انا شايف الفوليوم ستيتس بتاعته. المفاجاه بقى ان العيان في داي 7 داي 7 بدا يسافر فروم ساينز اوف جرافت ديسفانكشن،
وديت بقى حاجه لفظ برضو لازم هنتفق عليه، ان اليورين اوتبوت ستارت تو بيرزيستنتلي اراوند 50 سي سي بر اور ومش بيستجيب للفلويد بولس، عمال اديله فلويدز اليورين ما بيزيدش. العيان اوليجو انوريك و ما فيش ريسبونس للفلويد بولسز، والعيان ما عنديش شيء افسر بيه الاوليجوريا اللي عنده. بسحب له كرياتينين، الكرياتينين كان 1 بقى 1.4 بقى 2. اللي احنا عايزين نتفق عليه ان حاليا الماركر فور جرافت ديسفانكشن ديكريز اليورين اوتبوت رايزنج اوف سيرم كرياتين او بروتونوريا. فاذا لما بقول ان العيان بدا يسافر جرافت ديسفانكشن، تعرف ان احنا عندنا حاجه من الثلاثه او الثلاثه. مفيش عندنا ماركر في الـ في الـ في السيرم يتنبا بالريجكشن او يتنبا بالاندرلاينج بروسيس اللي احنا بنستخدمه زي اي عيان عيان كلى عادي خالص. اليورين اوتبوت والكرياتينين والبروتونوريا بنقول ان الكلى دي بتاعته شغال، يعني كانها ماركر اوف كيدني ديسفانكشن. يورين اوتبوت، كرياتينين وبروتونوريا، الطبيعي الثلاثه اللي احنا بنتابع بيها. دلوقتي بقى احنا لازم نقيم الوضع. طبيعي ان احنا القعده اللي احنا مش يعني ازازتنا في مركز غنين بيعملوا القعده اللي احنا بنتكلم عليها دي. العيان بدا يسافر فروم جرافت ديسفانكشن بشكل او باخر بالثلاثه او بواحد او مع بعض، فلازم ييفالويت بقى دلوقتي واحد يقوم يقول لنا ايه اللي حصل. العيان ده بدا يقطع ليه؟ فاذا دلوقتي هسامرايز تاني الحاجات بالوضع الحالي بشكل اخر. فاذا احنا عندنا 35 سنه واحنا عندنا برايمري ديزيز مش معروف، فاذا احنا عندنا ريسك ان ممكن البرايمري ديزيز يرجع. المشاكل عندنا في الاوبريشن، الاوبريشن كانت 30 دقيقه، فاحنا اعتقد ان الاوبريشن صعب، لكن انا عندي سطر كده في النص الدراني اتشالت. فاذا هل يا ترى في ريسك ان ممكن العيان الدراني دي بعد ما اتشالت حصل ريكولكشن جوه وقفل لك على الجرافت؟ ممكن، لكن لو الدراني كانت موجوده كان يبقى الريسك اقل. الدونر ليفنج انريليتد ده ريسك، ان العيان كده ممكن يبقى ايه، يبقى جينيتيكلي مش ماتشد، وكمان عنده فاسكولار اليمنت ان الجرافت دي دبل بلاد سبلاي. الميولوجيكال ريسك بتاعه كان قليل، لكن الليفل بتاع التاكروليماس طلع 4.5، فالعيان ده كده ممكن يكون دخل في ريجكشن لان الليفل بتاع الايمينوسبريشن بتاعي كان على الواطي، رغم ان انا كنت بادئ له على عالي شويه، كنت حاسب له على 0.15. الوزن بتاعه 89 ل 94 وموستلي ايه فوليميك، لكن تعويضي بقى 50. تعويضي بقى 50، فاذا انا ممكن مع حركه نقص التعويض اللي انا عملتها دي ممكن اكون دخلت الجرافت في اي تي ان. كل ده شيء وارد. ده احنا دلوقتي واحد بيلخص ايه اللي حصل في العيان، هاو تو مانج. فدلوقتي ده السؤال اللي عندنا، هنمانج العيان ده ازاي اللي دخل في اليمنت احنا مش عارفين ايه هو لغايه دلوقتي. فاحنا دلوقتي هنقوم حاطين سؤال تاني، ايه الديفرنشال دايجنوزس اوف جرافت ديسفانكشن؟ ايه الحاجات اللي ممكن تكون دخلت العيان في جرافت ديسفانكشن؟ السي ان اي توكسيستي لو ليفل عالي، دي الحاجات بقى، بصوا دي الحاجات اللي ماشيه معانا على كل الترانسبلانتيشن. ايرلي وليت كله زي بعضه، الحاجات دي ثابته، دي اللي في دماغنا كلنا احنا كترانسبلانتر لازم تبقى ثابته في دماغنا. هل يا ترى السي ان اي هو ليفل عالي فهو اللي قافل الكليه ولا ايه؟ ولا العيان دخل في اي تي ان؟ اي تي ان يبقى العيان ده سي في بي هو اخباره ايه؟ كوركشن بتاعه الفتره الاخيره كان عامل ازاي؟ البلاد بريشر اخباره ايه؟ الدياريه كان عنده دياريه؟ كان عنده الويت اخباره ايه؟ بيزيد ولا بيقل؟ الفوليوم سيتس العيان كلينيكالي اخباره ايه؟ طب الريجكشن، هل يا ترى انا متوقع ان العيان ده ممكن يكون دخل في ريجكشن؟ يعني العيان ده الايمولوجيكال ريسك اخباره ايه؟ العيان ده هاي ريسك؟ يعني عين هاي ريسك لما يخش في ليفيتد كيدني فانكشن هيبقى اول حاجه بفكر فيها هي الريجكشن. غير عياننا الغلبان اللي هو علي احمد، العيان ده الريسك بتاعه في الريجكشن قليل قوي، رغم ان هو برضو اللي يخوفنا ان التاكروليماس طلع على الواطي. طب احنا دلوقتي ممكن نعمل اشياء عشان نتوقع بيها الريجكشن؟ ممكن نعمل اشياء. ممكن نعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان في حاجتين بنعملهم. بنعمل حاجه اسمها بوست ترانسبلانت دي اس اي، بنسحب بي ار اي ونقارنه بالتيشو تايبنج بتاع الدونر. لو لقيت ان العيان بدا يكون دي اس ايز بعد الزرع يبقى دي بيسموها دي نوفو دي اس ايز، وتبقى تتوقع وتجري بسرعه تعمل البايوبسي لانك تتوقع ان العيان ده بدا يريجكت. طب في حاجه ثانيه ممكن نعملها؟ ممكن اعمل حاجه اسمها كروس ماتش سي دي سي دي دي تي. طب ما انا كنت عامله قبل الزرع، هعيده ثاني بعد الزرع.
طب لو لقيت الكروس ماتش اللي كان نيجاتيف بقى بوزيتيف يبقى العيان ده بيريجكت، وبدأ يعبر عن نفسه ان الكروس ماتش اللي كان نيجاتيف بقى بوزيتيف. طب ليه انا بلجأ للاثنين دولت؟ لان البديل اللي عندي غير دولت ان انا اعمل بايوبسي. طب افرض انت عملتهم وطلعوا ايجابيين، هعمل بايوبسي على طول. طب طلعوا سلبيين، انا ممكن اهدى واشم نفسي شويه لغايه ما ابدا اجمع افكاري. ده غير ان هم دولت ممكن تعملهم النهارده يطلعوا لك النهارده، فدي حلاوتهم. يعني حلاوتهم ان هم رابيد تيست بيدوك ريزلت سريع يقوي موقفك شويه. لو لقيتهم عاليين هسحب بايوبسي النهارده، لقيتهم نيجاتيف هصبر بقى واشم نفسي لان متوقع ان هو يعني ممكن هم قوتهم في الجود بوزيتيفيتي، لكن النيجاتيفيتي ممكن يبقى العيان بيريجكت وهم نيجاتيف لان لسه ما لحقش يبقى الليفلز بتاعه الانتي بودز عاليه لدرجه ان هي بريزنت نفسها بشكل بوزيتيف كروس ماتش او بوست ترانسبلانت دي اس اس. ايه تاني اللي ممكن نتوقعه؟ ان العيان ده احنا عاملين جزء سيرجيكال، العيان ده احنا في دي 7 يعني لسه، يعني في تو فيزلز لسه متوصلين وفي يوريتر، في عندنا تو فيزلز وعندنا يوريتر، فاحنا محتاجين نراجع الاوبريتيف ديتيلز ومحتاجين نشوف الدرينز. فاحنا عندنا الدرينز متشال، يبقى انا ممكن احتاج ان انا اعمل الترا ساوند ودوبلر. هل يا ترى ممكن يحصل ريكرنس اوف كيدني ديزيز؟ طبعا في حاجات بترجع زي البرايمري اف اس جي اس ممكن ترجع وانت على الترابيزه، فاذا الموضوع مش محتاج تايم، بس مش كل الامراض بترجع. لكن لو انت الجميل لو انت كنت عارف البرايمري كيدني ديزيز ده العيان ده دايابيتك وهايبرتنسيف، فانت شايل اليمنت من عندك. الانفكشن زي السي ام في والبي كي وارد ان هم يحصلوا في دي 7، مش طبيعي طبعا، مش طبيعي، خصوصا لو انت محضر عينك كويس، وخصوصا انك مش مدي للعيان اندكشن، يعني انت مش مدي للعيان اندكشن، فانت مش متوقع ان الاميونيتي تبقى زي الزفت، فانت ما تتوقعش ان السي ام في يجي بدري قوي كده، لكن برضو مش روتين يعني. ممكن دونوفو ديزيز زي ان العيان يجي له ثرومبوتيك مايكرو انجيوبسي او يجي له حاجات اخرى. فاذا تاني عشان تبقى الامور واضحه، دي الحاجات اللي لازم تحطها في دماغك، الحاجات اللي انت هتفكر فيها. كل الناس للاسف الصغيرين بيبقوا دماغهم في الريجكشن فقط، دماغك ما تنفعش تبقى في الريجكشن فقط، الدماغ ما تنفعش تبقى في الريجكشن، كل دول لازم يبقوا في دماغك. فاذا الحاجات الروتين اللي بنعملها برضو عشان تبقى ملخص التفاصيل، اول حاجه لما العيان بيبدا يقطع بنعمل حاجات. اول حاجه بدي بزود الفلويدز، يبقى انا دلوقتي عايز العيان كان على 50%، بعد اذنكم رجعه لي على 100%. حلو، رجعنا العيان على 100% تحت بند لو في ريسك اليمنت بري رينال، خلاص انا شلته. اسحبوا لي تاكروليماس ليفل، اسحبوا لي ليفل بروجراف، واعملوا لي بي ار اي تاني، واعملوا لي كروس ماتش تاني. وعايز الترا ساوند وعايز دوبلر، هم دول هقدر اعملهم لما العيان يقع. في بعض في خطوه ثالثه ممكن نعملها، ممكن نعملها. في بعض الاساتذه بيثبتوا مستوى الكورتيزون او بيعلوه. يعني ايه؟ يعني العيان بدا هم حاسين ان هو العيان في اليمنت ايمونولوجيكال، فالعيان كان مثلا على دي 7 كان هتلاقي مثلا على 150 استيرويد، يقوم قال لك احطه لي على 250 مؤقتا. فاذا هو دي حاجه امبيريكال، لكن مش روتين بنعملها. فبعض السنترز يقول لك ثبت جرعه الكورتيزون، يعني المفروض ان هو 150 النهارده، بكره هيبقى 125 او 100، لا خليه على 150، خلينك على عالي شويه. فاذا تاني ايه اللي هنعمله؟ هنريفايز الداتا كلها، ونبدا نفكر ايه اللي ممكن يكون حصل في العيان، ايه اللي هنفكر في عندنا سؤال هنا، وات از ذا ديفرنس اوف، هرد عليه في الاخر، الديفرنس بتاع الدونوفو والبريفورمد انتي بوديز. فاذا دلوقتي هسحب تراف ليفل بروجراف، وهسحب كروس ماتش مع دونر وهو لسه موجود في المستشفى، وهسحب دي اس اس بي ار اي دي اس اس من الريسيبيانت، وهعمل دوبلكس والترا ساوند، هم دولت اللي هقدر اعملهم، وهزود التعويض شويه. دلوقتي اللي فاتوا دول معانا طول العمر. الفكره ما فيها ايه بقى؟ الفكره ما فيها ان في الاول بيبقى السيرجيكال والميديكال موجودين، ده قدام السيرجيكال خلاص الموضوع اتقفل، عين زرع بقى له سنه، هتقوم قايل العيان في ممكن بس نادر، يعني صعب قوي ان العيان الا اذا كان عنده ثرومبوفيليا او شيء حصل له شيء للفاسكولار، طب هو الا اخره سنه ما كان هيحصل في الاول. لكن فموستلي ان الحاجات السيرجيكال والميديكال بتبقى معاك في الاول، فعشان كده اسوأ 3 شهور هم الثلاث شهور الاولانيين، لان كله متاح. البرايمري ان الديزيز برايمري كيدني ديزيز يرجع، السيرجيكال كومبليكيشن كلها معاك، الميديكال كومبليكيشن كلها معاك، انت الايمينو سبريشن بتاعتك على العالي، فمعرض عيانك لانفكشن اكتر.
فاذا الريلاتيف بتاع الانسيدنس اوف جرافت ديسفانكشن ديورنج الفيرست يير فولونج ترانسبلانت. لو خدت بالك بقى دي السلايدز اللي كنت عارضينها عشان نشوف بس الريسكس بتاع الحاجات. السي ان اي توكسيستي اللي هي بالاخضر دي تبقى طبعا عاليه في الاول وبعد كده الامور بتبدا تستقر او بعد كده تبدا تعلى. الاي تي ان طبيعي ان هو يحصل في الاول اهو ادي الاي تي ان. الاي تي ان المفروض يحصل في الاول وبعد كده تبقى خلاص الامور برضو استقرت الا اذا لو العيان تعرض لاتاك دايريه او شيء مريع يعني. اليورولوجيكال والفاسكولار كومبليكيشن لغايه اول 3 شهور وبعد كده خلاص الموضوع انتهى. الفاسكولار واليورولوجيكال مانيفيستيشن الحاجات اللي ريليتد للاوبريشن اخرها خالص موست لغايه اول 3 شهور وبعد كده خلاص بقى شلنا السيرجيكال كومبليكيشن ونبدا نتعامل مع الميديكال فقط. نبدا بقى نتكلم على السيرجيكال كومبليكيشن. هنراجع الاوبريتيف ديتيلز وهنراجع الدرينز وهنعمل الترا ساوند وده العيان بتاعنا عامل الترا ساوند كولكشن حصل له كولكشن وضغط على الكيدنز وقفللك اليوريتر. فاذا هو ده العيان اللي حصل فيه شلت الدرين حصل كولكشن. ما هو مش ده الروتين. ده المفروض انك انت الدرانق ساحبها في وقت بيرفكت لكن العيان انت سحبت الدرانق وبدا يحصل كولكشن وقفلت لك الجرافت في الدي السابع فده ممكن تركب درنقه تاني او هتفر هيبقى القرار بتاعك ايه. الثاني هنراجع الديفرنشال دايجنوزس اوف ذا جرافت ديسفانكشن. السي ان اي توكسيستي هنراجع الليفل والاي تي ان وقلنا التعويض والريجكشن وهتراجع الايمونولوجيكال ريسك وهتعمل دوبلكس والترا ساوند عشان تريفايز والحاجات اللي احنا قلنا اتفقنا عليها. العيان بتاعنا في الفتره بتاعتنا دي كان السي في بي بتاعه 5 والويت بتاعه افريج وكان على تعويض 50% فاحنا قلنا وارد ان العيان يكون دخل في اي تي ان من التعويض القليل. التاكروليماس ليفل كان 4.5 لكن احنا رفعنا كان ممكن مع الرفعه دي تلاقي التاكروليماس بتاعك 30 لكن هو طلع 9 فاذا انت في امان التاكروليماس مش هو السبب. البوست ترانسبلانت سي دي سي ودي دي تي الاثنين طلعوا نيجاتيف والاستريس زي ما احنا اتفقنا دي الاوبشنز اللي عندك لكن احنا خلصنا حالتنا وقلنا ان العيان ده كان عنده كولكشن. السؤال بقى اللي عندنا امتى نعمل بايوبسي والسؤال ده سؤال صعب جدا والناس بتبقى يعني بيسمع اجابات غريبه جدا لكن النهارده لازم تبقى الحاجات هنثبت حاجات في دماغك. اولا امتى نعمل بايوبسي؟ لو العيان انت عمال اديت له فلويد تشالنج واموره كفوليوم ستيتس بالنسبه لك تحفه فاذا انت عوضت الاليمنت بتاع البري رينال او الاي تي ان ولقيته العيان ما فيش فيه حاجه تتعوض وسحبت الليفل بتاع التاكروليماس ولقيته كويس وعملت الالترا ساوند والدوبلكس لقيت الدوبلكس مديك ان الكيدني دي بيرفيوزد والجرافت ما فيش فيها اي كولكشن ولا حاجه ضغطه بوستري فاذا دلوقتي بقى هنا التقسيمه هنا متقسمه جزئين. افرض سحبت التاكروليماس ليفل لقيته عالي قلل وبعد كده اصبر يومين لاربعه اصبر يومين لاربعه ما لفيش استجابه اعمل بايوبسي. طب انت دلوقتي لقيته واطي قدامك حاجه من الاثنين يا اما امبيريكال استرويد بوست امبيريكال يعني تزود تدي له زي ما احنا اتفقنا تدي له بلس استرويد يعني او تعلي مستوى الاسترويدز لو ما فيش ريسبونس كانك بتعامله على انه ريجكشن ما فيش ريسبونس من 3 ل 5 ايام اسحب بايوبسي. فدي دي دي ابروتش لكن الابروتش الثاني اللي انا قصدي عليه هو العيان الهاي ريسك البايوبسي ما تتاخرش فيها. العيان عنده دي اس اس وعامل رزعه دي سنسيتايزيشن 5000 مره واخد 4 امبرات اي تي جي وروتوكسيماب وبلازما اكسشينج وانت عارف ان هو كان عنده دي اس اس قبل الزرع العيان بدا يقطع انت هتبقى عندك هيسس ريجكشن لكن لو فانت هتبقى هاري انك انت تسحب ريجكشن. امتى انك انت ما تبقاش اسمك اتاخرت في البايوبسي؟ من 3 ل 5 ايام يعني العيان قطع في الدي السابع فانت قعدت سحبت عملت كروس ماتش وعملت بي ار اي تاني وعملت دوبلكس والترا ساوند وقعدت تظبط في الفلويد تشالنج وظبطت الضغط وظبطت كل حاجه وانت عمال تقول لنفسك غالبا هيبقى في اي تي ان او شيء مفيش بقى فايده فانت ما تصبرش غير 3 ل 5 ايام واسحب البايوبسي. فانت اخرك لو انت حصل لك الايفنت ده في دي 7 لو سحبته في دي 10 او في دي 12 محدش هيلومك لكن ما تسحبليش في دي 20 وتقوم قايل لي ما انا ما لقيتش حاجه اعملها تاني فانا قلت اسحب البايوبسي. طب اللو اميونولوجيكال ريسك لا اللو اميونولوجيكال ريسك زي العيان بتاعنا البايوبسي ممكن تصبر فيه من 7 ل 10 ايام يعني لو العيان ايفنت حصل له في الدي السابع ممكن تعمله له يا اما في الدي يعني في خلال الفتره دي
لغايه اليوم ال 17. كل الفتره دي متاح بقى ليك انك تشوف بقى الدنيا فيها ايه وتقرر قراراتك فيها ايه على حسب العيانين. لقيت ريجكشن، عالجه زي ما هيبقى العلاج بتاعه. مفيش ريجكشن، عالج اللي موجود عندك، ولو مفيش ريسبونس ممكن تحتاج ري بايوبسي برضو عشان تبقى الكلام واضح. مشكله الناس اللي بتتسرع في اخذ البايوبسي ان ممكن تسحب البايوبسي ما تطلعش فيها حاجه والعيان بيبقى فيه ريجكشن بس، او ان مثلا تسحب البايوبسي تلاقيها مطلع لك فاسكولار تي سيل ميديت ريجكشن مثلا 1 اي، وهي في الحقيقه فاسكولار تي سيل وانتي بودي ميديت ريجكشن بس لسه السي 4 دي والحاجات دي لسه ما ظهرتش، وده كتير قوي بنشوفه بالبايوبسي. فاذا دلوقتي الاستعجال ممكن يديك سب كلينيكال دايجنوسس، سب كلينيكال دايجنوسس انك انت تتاخر يبقى الجرافت طارت وان انت ما تعرفش تعالجه. فاذا ما تتاخرش وما تبقاش بدري. يعني ايه ما تاخرش؟ يعني ايه ما بقاش بدري؟ ما تاخرش يعني لو العيان هاي ريسك 5 ايام، لو العيان لو ريسك 10 ايام. طب ما تبداش بدري، يعني ما تبقاش النهارده قاطع دي 7 وانت ما سحبتش لسه حاجه خالص ولا عملت ليفل بتاع تاكروليمس ورحت ساحب لي بايوبسي، ده هيبقى ضربه من الجنون، فما تعملش كده. البرايمري كيدني ديزيز از نوت اور توبيك توداي. طبعا في حاجات بترجع بعد الزرع مباشره وفي حاجات بترجع متاخر، فدي جاست ريفايز. ذيس از اور اجندا اجين، تايبس اوف ريجكشن واتفقنا عليهم الاربع انواع، التايبس اوف جرافت فانكشن الثلاث انواع، يا اما ايميديت يا اما سلو يا اما ديلي جرافت فانكشن. البوست اوبرتيف كير، وعرفنا ان الدكتور بتاع الكلى لما بيجي له العيان بعد العمليات بيتصرف معاه ازاي، سواء الفلويد ريبليسمنت، سواء الفيتال ساينز هيعملها ازاي، سواء متابعه اللابس، سواء امتى هيطلب راديولوجي او امتى مش هيطلب، سواء امتى هيتعامل مع الجرافت لما تبدا يحصل لها جرافت ديسفانكشن. وعرفنا ايه هي الماركر، وعرفنا ايه هو اليورين اوتبوت وازاي اتابعه، وامتى اعمل كيدني بايوبسي. فاضل لنا جزء صغير قوي في المحاضره اللي هو البوست اوبرتيف كومبليكيشن، الترانسبلانت كومبليكيشن. العيان اللي بيزرع بيجي له ايه؟ بيجي له ميتابوليك كومبليكيشن، بيجي له انفكشن، بيجي له مالجنسز، بيجي له ريجكشن. هو ده اللي بيجي له. الحاجات الميتابوليك سكر وضغط وديسليبيديميا وريسترو والحاجات اللي ريليتد للسي بي سي. انفكشن بنوعيه الكومن والاوبورتونستيك، والمالجنسي سواء ترو مالجنسي او بوست ترانسبلانت نيفروبروتيك ديزيز، وقلنا السيكتور بتاع الانفكشن والمالجنسي مش هنتكلم فيهم خالص. واحنا اتكلمنا في الجرافت، فاضل لنا حاجه واحده بس في الميتابوليك كومبليكيشن. فاذا الميتابوليك كومبليكيشن احنا هنتكلم عليهم ايه هم؟ الهايبرتنشن والهايبوتنشن والهايبرليبيديميا والهايبرجلايسيميا والالكترولايتس والليفر فانكشن والهيماتولوجيكال. فاحنا تقريبا خلصناهم كلهم، مفيش غير حاجات بسيطه اللي فاضله. الهايبرتنشن، وات از ذا تارجت اوف بلاد بريشر كنترول؟ ايه رايكم؟ العيان بتاع الضغط بتاع الزرع ضغطك المفروض التارجت بتاعك فيه كام؟ في رايكم؟ حد يرد من الشات بقى، هو ده سؤال سهل، سؤال سهل. المين بلاد بريشر 80، يعني دلوقتي العيان هتسيبه على الضغط 180 90 عشان تسيبه البلاد بريشر المين بلاد بريشر على 80؟ الايرلي بوست ترانسبلانت ديوريشن، سوري فور ذا رونج في الترانسليشن، هو التارجت بتاعك اكتر من 80 في المين بلاد بريشر، المين بلاد بريشر فوق ال 80. لكن الغريب انك لما تيجي تقرا الكيدوكي جايد لاينز والكلام ده هتلاقي فيه ديبيت مريع على موضوع التارجت بلاد بريشر. الفكره ما فيها ان هو اللي مفيش خلاف عليه انه يبقى تحت ال 180، السيستوليك بلاد بريشر المفروض انه يبقى تحت ال 180، خصوصا اللي تبقى عايز الضغط بتاع عيانك على عالي في الايرلي بيريود بوست ترانسبلانتيشن. في بعض الريفرنس الكيدوكي جايد لاينز يعني كتبت بعد كده ممكن يبقى الضغط مين تارجت بلاد بريشر يبقى تحت السيستوليك تحت 150. برضو الموضوع عليه ديبيت، الموضوع عليه ديبيت. فانا قصدي دلوقتي افريج عامله زي العيان بتاع الضغط العادي، العيان بتاع الضغط العادي، العيان سنه صغير والفيزلز كويسه وهيلثي يخلي ضغطك على 130. العيان سنه كبير والفيزلز اثروسكلروتيك والعيان كل ما بتنزل الضغط تحت ال 100 عند ال 130 تلاقي الكيدني مش بيرفيوزد فخلي ضغطك على عالي شهر. فزيرز وبرده عشان تبقى المعلومه واضحه، زيرز ليك اوف كونكلوسيف ايفيدنس، التارجت والايجنتس مين فيهم احسن من مين؟
فهم الاوبشنز اللي عندنا الطبيعيين خالص اللي هم ايه الكالسيوم شانل والبيتا بلوكر والاس والاربز والدايوريتكس والسنترال رياكتنج معاهم. ايه قوه كل واحد فيهم البيتا بلوكر حلاوتها في الكارديو بروتكشن افكت. العيانين بتوعنا موستلي كارديك وموستلي بيبقى عندهم مشاكل كارديولوجيكال فالبيتا بلوكر حلوه بالنسبه لهم. الدايوريتكس مش احسن شيء وبنلجأ لها في العيانين اللي عندهم فوليوم اكسبانشن عندهم فوليوم كبير وعايز تنزل لهم او بيورموا او هارت يعني هارت فيلير على الحركرك فحط لهم دايوريتكس عشان تريحها. بالنسبه لل بالنسبه للاس والاربس مش مستحبين قوي انك تبدا بيهم لانهم بيزودوا الريسك بتاع الهايبركاليميا زي ما احنا قلنا وان هما لازم يكونوا شود بي افويدد لغايه ما يحصل الوجرافت ستابلايزيشن. في بعض الناس بتقول لك ما تجيلهم غير بعد 3 شهور من الزرع. في بعض الناس يقول لك وانس ان الجرافت فانكشن بقت ستابلايزد والعيان اموره ستيبل وبوتاسيومه كويس وانت حايزها على انتكيشن سواء هارت فيلير او حطهم بس وسكوشس. النون داي هيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر من الحاجات المحببه لينا جدا لان هي بترفع مستوى البروجراف فبتقلل الاكسبوجر وبتقلل التوكسيستي بتاعت الميديكيشنز دي. دي من الكيديكو جايد لاينز قالت لك ايه ان الادلت ترانسبلانتد كيدني تشوز بلاد بريشر لورنج ايجنت لازم يتحسب بكذا كذا حاجه. المود التايم بعد الزرع اخباره ايه؟ بيستخدم كالسينيورين ولا بيستخدم ايه في الزرع؟ presence of absence of albuminuria اذا كان في another comorbidities. فدي الحاجات اللي بنقدر نحكم بيها. العيان لسه زارع في الاول مش ترجع للاس والاربس، عنده comorbidities زي الهارده تحط اس واربس. العيان بيستخدم كالسينيورين فانت لما تحط النون داي هيدروبيوريدين هتبقى عارف ان الليفل هيعلى منك جامد. فلو العيان بياخد واحده وواحده بروجراف واحده وواحده وعامل له ليفل 10 وما تزنقش نفسك وتحط العين على الت يازم تلاقي الليفل بتاعك بقى 30 وانت على واحده واحده فهتحطه على ايه بعدها. لكن لو العيان بياخد 6 و6 او 10 و10 والليفل يا دوب عامل 5 هتبقى فرحان ان العيان هايبرتنسف شعره تحط له الت يازم او الايزوبتين تلاقي الليفل ظبط منك. الهايبوتنشن من الحاجات الكابوس بالنسبه لنا. بعد الزرع مش بنحب العيان يبقى هايبوتنسف. عادة بنظبط الضغط بالفلود ريبليسمنت زي ما احنا اتفقنا. ساعات بنلجأ للميدودرين او ساعات بنلجأ للفلود ريكارتيزون مش ده الروتين. وساعات بندخل العيانين الرعاية ونلجأ لهم لارتيريا لاين وساعات بنحط لهم الدوبامين رينال دوز. الهايبوتنشن من الحاجات اللي بالنسبة لنا مش لطيفة. بنحب دايما ضغط العيانين بتاعنا على العالي زي ما احنا اتفقنا عشان الجرافت يبقى برفيوز. الهايبرجلايسيميا في الاول زي ما احنا قلنا العيان الهايبرجلايسيميا شوت بي كنترولد باي انفيوجن باي انسولين اند فولو اب. في فرق كبير قوي بين الهايبرجلايسيميا ونيو اونست دايابيتس. يعني العيان ده ما عندوش سكر، العيان ده عنده سكر عالي بسبب الادويه او بسبب الاشياء الاخرى المرتبطه بالزرع. طب ايه الريسك فاكتورز ان العيان ده يجي له هايبرجلايسيميا؟ اتفقنا الامينو سبريشن ميديكيشن منهم، دي ده من المين بالك. لكن في حاجات اخرى ممكن تزود الريسك بتاع النيو اونست دايابيتس افتر ترانسبلانت. ايه هم اشهرهم دول؟ ان العيان عنده اتش سي في او عنده سايتوميجالو فيروس او العيان جاله ريجكشن. فزي ما احنا اتفقنا ان الريجكشن بيتعالج دايما ببلسات استرويدز وحاجات من هذا القبيل. فلو حصل له بوست العيان جاله بوست ترانسبلانت هايبرجلايسيميا ده يعرضه للنيو اونست دايابيتس بوست ترانسبلانت. الاميونو سبريشن وياتي على راس القائمه التاكرويمس اكتر من النيورال والكورتيكوسترويدز. في حاجات بقى اخرى نون موديفايبل زي الايدج وزي السكس وزي جدول شهير مشهور للحاجات الريسك فاكتورز اللي تخلي العيان يزيد يجيله الريسك بتاع النيو اونست دايابيتس بوست ترانسبلانت. باي ذا واي عشان السؤال ده برضه اتسالنا كتير قوي فيه الحته بتاعت ان هل لو العيان في ريسكس ان يجيله نيو اونست دايابيتس بوست ترانسبلانت ده يزقك انك انت تزرع من غير سي ان اي مثلا او انك تفتكس شيء؟ لكن طبعا الاجابه نو. ممكن يبقى خليك ميال شويه انك انت تدي العيان اندكشن وتخلي الكورتيكوسترويدز على الواطي وتقلل الريسك بتاعت الريجكشن او لكن مش هيخليك تغير الريجيمين بتاع الامينو سبريشن بالكامل وتخليك تتفادى السي ان اي او انك ما تزرعش الكورتيكوسترويدز او اشياء من هذا القبيل. ان في ناس بتاخد قرارات مريعه وتلاقي العيان كان ماشي حلو على التاكروليمس ولاقي العيان بدا سكره يعلى يقوم شايل التاكروليمس وحاطط نيورال. ليه العيان ماشي كويس على التاكروليمس؟
انت مش انت عايز تظبط السكر وعايز تقلل الريسك بتاع الدايابيتس، تشيل البروجراف خالص. في حاجات مريعه بنشوفها من الصغيرين، مش مقبول طبعا ان احنا نشوفها بعد ما عرفنا المعلومه. دلوقتي الاورال انتي هايبر جلايسيميك دراجز، الاورال انتي هايبر جلايسيميك دراجز في حاجه منهم احسن من حاجه؟ لا، الجدول الطبيعي خالص، عامل عينك على انه الجي اف ار تحت ال 60، جي اف ار 60 لو هو نورمال كيدني فانكشن، واديله الاوبشنز بتاعتك، مفيش حاجه احسن من حاجه. الفكره ما فيها المونيتورنج بتاع العيان. المونيتورنج بتاع العيان عاده لما العيان بيبقى عندنا في المستشفى، طبعا زي ما احنا اتفقنا بنحلل السكر كل 4 أو 6 ساعات، لما العيان بيجي يخرج والعيان عايز توصل له مسج ان الادويه دي ممكن ترفع له السكر، فابوس ايدك حضرتك محتاج تحلل السكر كل اسبوع في اول 4 اسابيع، وبعد كده تحلله كل شهر لمده 6 شهور، وبعد كده تحلله كل سنه تشيك على نفسك بالفاستنج شكر. الهايبر ليبيديميا، الهايبر ليبيديميا المفاجاه ان معظم العيانين بتوعنا عندهم هايبر ليبيديميا، 60 ل 40 60% من عيننا تقريبا بعد الزرع بيبقى عندهم هايبر ليبيديميا. والتارجت بتاعنا زي العيان الهارت ال دي ال يكون تحت ال 100 الا اذا العيان كان عنده كارديو فاسكولار ريسك قبل كده، يعني عنده دايابيتك، العيان عنده شيء تاني هارت، فساعتها التارجت بتاعك في ال دي ال تحت ال 70. فده بيسموه البرايمري بريفنشن والسكندري بريفنشن زي ما احنا بنبقى عارفين، نعم يعني في ريسك فاكتورز او ما فيش. طب ايه اللي بيعمل هايبر ليبيديميا؟ حاجات زي ما احنا زي السكر، زي الكورتيكوسترويدز السي ان اي، حاجات ريليتد للبروتونوريا للدايابيتس، للحاجات ريليتد لللايف ستايل، وحاجات ريليتد للجرافت، وحاجات ريليتد للدراجز. طب دي هنمانجها ازاي؟ السلايد دي دورها بس ان احنا ننبه الاستريس على نقطه معينه، ان العينين بتوعنا بيبقى فيهم كل الريسك فاكتورز بتاع الكارديو فاسكولار، واحنا اتفقنا ان الكارديو فاسكولار ريسك هو اللي بيموت العينين بتوعنا. فما تنسوش ان الهايبرتنشن والديابيتس والاوبيزيتي والسموكينج والحاجات دي كلها هي اللي بتموت العينين بتوعنا، فما تستقلش بيها. يعني التريتمنت بتاع الهايبر ليبيديميا زي الهايبر ليبيديميا العاديه، انت التارجت بتاعك ال دي ال تحت ال 100، فانت لو ال دي ال بس كل مشكلتك هو الكوليسترول بتلجا للاستاتين. لو مشكلتك في الهايبر ترايجلسريديميا هيبقى التارجت بتاعك انك تستخدم الفينوفايبريتس، وانك انت لما بتيجي تدي الفينوفايبريتس او بتدي الاستاتين لازم تبقى عينك على الليفر فانكشن، انها الادويه دي ليفر توكسيك، ليفر بتعمل ليفر توكسيستي وبتعلي الليفر انزيمز. بنعملها امتى الليفر انزيمز؟ بنعملها 1 و4 و6 اسابيع بعد ما بندي الادويه دي. فدي حاجه برضو من الكارديولوجي، الناس اللي مننا بطنجيه هيبقوا عارفينها، بيبقى الموضوع بالنسبه لهم مش صعب. طب ايه دي؟ في استادي مشهوره قوي اتعملت على عينين ترانسبلانتيشن اسمها الالرت استادي. الالرت استادي دي درست قد ايه عيانين؟ درست 2102 عيان وادت لهم الفالفاستاتين، ده نوع من الستاتينز، عشان وقارنهم بالبلاسيبو. والاستاديز طبعا وضحت فرق ضخم جدا بينهم، فهو 35% في الريدكشن في الكاردياك ديس والمايكاردال انفاركشن في العينين بتوعنا. وان الستاتينز مش بس دورها على البروتكشن، ده بتقلل الانفلاميشن وبتقلل البروتونوريا وبتحسن الليبيد بروفايل كنترول وبتقلل الانترستيشال فايبروزس في الجرافت. فاستخدام الستاتينز ما تخوفكش، مش زي الدياليسيس. الدياليسيس ما احناش بنلجا للستاتين خالص. الترانسبلانتيشن ايرلي از ماتش از يو كان، التارجت بتاعك الكوليسترول يبقى تحت ال 200 والال دي ال تحت ال 100، لو ما عندوش كوموربيديتيز التريجلسرايدز يبقى تحت ال 150. في الاخر بقى احنا دلوقتي الداي اوف ديستشارج، انت عيانك خارج من المستشفى هتفهمه ايه؟ الميديكيشنز بتاعتك، هتاخد السلسيت امتى؟ هتاخد البروجراف امتى؟ ولازم تبقى الادويه في مواعيدها ولازم يبقى حافظها صم. الفولو اب هيتابع البلاد بريشر امتى؟ وهيتابع الضغط امتى؟ والبول هيسجله، هيسجل الداخل والخارج، ويشرب على قد بوله على قد ما نقدر. واللابس هنعمل اللابس قد ايه؟ عاده احنا بنسحب في اول الزرع بعد ما عيما بيخرج من المستشفى بنزرعه، بنتابعه مرتين اسبوعيا. بنتابع بايه؟ بنتابع سي بي سي وكرياتينين وسي بي سي وكرياتينين وتاكرولوم سليفر. بنعمله قد ايه؟ بنعمله مرتين في الاسبوع، حد واربع، سبت وثلاث. اليورين كاستر هنخرجه باليورين كاستر او اللي هنشيلها هندرانق زي ما احنا شلناه. الستنت العيان غالبا بيبقى مركب ستنت، فاحنا لازم هنعرفه لو الستنت ما هيش مربوطه، ان في بعض الناس بتربط الستنت على اليورين كاستر. لو الستنت ما هيش مربوطه العيان لازم يجي بعد شهر يشيل الستنت. الفولو اب مع السيرجيكال تيم هيفك الدبابيس امتى؟
غالبا بعد اسبوعين بعد الزرع، اسبوعين ل 20 يوم، وهيتابع مع الغيارات بتاع السيرجيكال تيم، هيتابعهم بعد قد ايه. دي لازم تكون فيري كلير مسج للعيان وهو خارج. هنشيل لك القسطره، القسطره غالبا بنشيلها يوم او يومين قبل الخروج. ليه؟ لان في مشاكل كتير قوي بتحصل في العيانين بتوعنا بعد ما بنشيل القسطره. في عيانين عندهم بروستات وبعد ما بنشيل القسطره ما بيجيبش بول ولا نقطه. في عيانين كتير قوي بيحصل لهم مشاكل في اليوريثرا. فانا قصدي دايما بقدر اشيل القسطره قبلها بيوم او بيومين، بحيث ان لو في حصل مش كومبليكيشن تعرفها قبل ما العيان ما يخرج. الدرانق غالبا ما بنشيلهاش الا اذا بدات تجيب اقل من 50. العيانين اللي بيبقى الدرانق بتاعتهم هاي درينز ممكن يخرجوا بالدرانق عادي خالص. العيان بيخرج بالدرنقه لغايه ما الدرنقه تبدا تفضي خالص. عاده احنا مش بنحقن سكلروزنج ايجنت، مش بنحرق بتادين او كلام من ده، بنصب لغايه ما الدرانق ما تخلص وخلاص. الاستنتات غالبا بتشيل بعد شهر. احنا من المدرسه بتاعت بنربط الاستنت عشان ما نكلفش العيان دخول مرتين. هياكل كويس جدا، دايت هاي بروتين دايت، والفلويدز هياخد على قد شرب وهياخد على قد بول. هنحاول نمشيه اتليست زيرو بالانس. الايزوليشن فور قد ايه؟ احنا قلنا ان احنا غالبا العينين بتوعنا بيبقوا واخدين هيفو اميون سبريشن، فالمناعه بتاعتهم في الاول بتبقى، احنا البروجرام بتاعنا بيبقى من 10 ل 12 على عالي، واخد استرويدز على عالي، فانت دايما في والانفكشنز البريفالنس بتاعها في اول 3 شهور. فالعيان ده شود بي ايزوليتد فور اتليست 3 مانثس. سيكشوال لايف ده سؤال دايما بنتشهر فيه، السيكشوال اكتيفيتي شود بي بوستبوند فور اتليست 3 مانثس. النقطة الأخيرة بقى، دي آخر نقطة عندنا في المحاضرة، الريفيرال باك تو ذا كوميونيتي كير. يعني إيه الريفيرال باك تو كوميونيتي كير؟ يعني أنت خلصت الثلاث شهور بتوعك وأمور العيان ماشية زي الفل، العيان ده جاي من سوهاج، جاي من منصورة، جاي من كوالالمبور وعايز يرجع بلده، لازم تدي فور ريبورت لما تيجي ترجع العيان للكوميونيتي كير. القصه دي قصه عامله مشكله كبيره في الكلينيكال براكتس. الناس مش العيان بيخرج واحنا مش عارفين التشو تايبنج بتاع الدونر اخباره ايه، ولا عارفين اللي حصل في العمليات، ولا العيان دخل في ريجكشن ولا ما دخلش، العيان عنده ديليت جرافت فانكشن او حصل له ايميديت جرافت فانكشن ولا حصل له سلو جرافت فانكشن. انا ما اعرفش حاجه خالص. العيان بيخرج من كي تي يو على بره في الشارع، يجي يتابع مع اي حد من النفرولوجيست الصغيرين الايمننت، ما يعرفش يخدم العيان لانه ما يعرفش يلقط الدي اس اس، لانه ما عندوش اصلا التشو تايبنج بتاع الدونر. فانت فارجوكم في قواعد معينه، انك لما العيان تيجي تخرجه ابوس ايدك اديله في ريبورت بيبقى معمول علشان خاطر الريفيرال تو ذا كوميونيتي كير، الدكتور اللي بره الكوميونيتي نفرولوجيست. انك لازم تبقى تدي له كلير مسج، العيان ده كان ايه اللي حصل فيه، والاوبريتيف كومبليكيشن ايه اللي حصل فيه، اخبار الدونر تيشو تايبنج اخباره ايه. العيان ده المفروض ان هو بيتابع كل شهر مع النفرولوجيست اللي بره، وبيعدي كل 3 شهور على السنترز اللي زرع فيه لمده اول سنه، وبعد كده يستمر يروح للسنتر اللي زرع فيه انيولي. طبعا ده ما بيحصلش للاسف، وده بيترتب عليه مشاكل رهيبه. السمري بتاعنا الايه، التايبس اوف ريجكشن وعرفناها، تايبس اوف جرافت فانكشن وعرفناها، بوست اوبراتيف كير والماركرز، الكيدني بايوبسي وكيدني ترانسبلانت كومبليكيشن، سواء جرافت ديس فانكشن اند اتس مانجمنت، ميتابوليك اند اتس مانجمنت، داي اوف ديسشارج هنقول ايه للعيان وهو خارج، والريفيرال تو ذا كوميونيتي. اخر حاجه انا حابب بس ان احط السلايدز دي، طبعا دلوقتي في سلسله 25 سنه دواء، طبعا زي ما اتفقنا فارق معانا جدا جدا في الزرع، وكان معاه بيست ريزلت في كل الاستاتس. في حاجه عايز اقولها، ان هو المقوله دي نوليدج سبيكس بات ويزدم لسن. يعني ايه؟ يعني انت الحكمه في انك تستراتيفاي وتسمع قبل ما تاخد القرار. المعلومه سهله، يعني ايه؟ اعمل بايوبسي، اتكلم زي ما انت عايز تتكلم، نوليدج، عارفين ان العيال لما بيقطع ممكن احتاج بايوبسي. لكن الويزدم صح انك اسمع اكتر ما تتكلم. اسمع واعرف وجمع العيان سي في فيو كام، العيان قطع ازاي، قطع امتى، طب السي ان اي كان اخبارهم ايه، الدراني اتشالت ولا العيان بتاعنا السوليوشن بتاعه ان الدراني اتشالت، قصه اختلاف، قصه بمنتهى البساطه، عيان درنقه اتشالت، حصل كوليكشن، قفلت الكيدني، موضوع سهل، ما ولا بايوبسي ولا اي حاجه خالص، والليفل بتاع البروجراف طلع كويس بتاعه، كل حاجه ماشيه زي الفل. هرد بسرعه بقى على الاسئله اللي في الشات، ولو في حد عنده اسئله شكرا جزيلا.
على حضوركم في أسئلة معانا، في أسئلة كتير يعني. أول سؤال معانا: What is the difference of de novo antibodies, preformed and de novo antibodies؟ البريفورمد يعني العيان كان عنده أصلا قبل ما يزرع antibodies، بعد الزرع ما، لكن ده الدي نوفو، ده قصدي ده البريفورمد antibodies. يعني أنت بتعمل بي ار اي قبل ما تدخل العيان العمليات، لقيت العيان عنده antibodies وجيت تقارنها بالدونر للتيشو تايبنج، لقيتها عنده دي اس اس، فده بيسميه بريفورمد antibodies. طب يعني ايه دي نوفو دي اس اس؟ يعني العيان ده زرع وما كانش عنده حاجه خالص، بعد الزرع جات له دي اس اس، ده بقى اللي بنسموه دي نوفو antibodies، دي نوفو دي اس اس. والفرق بينهم ايه؟ فرق بينهم في حاجات كتير قوي. يعني فرق بينهم في لما تيجي هنتكلم في الهيستوباثولوجي، الدي نوفو بيبقى قوته شيء والبريفورمد اقوى كتير. وزي ما احنا اتفقنا الاكسلريتد ريجكشن مثلا ده ريليتد للبريفورمد مش للدنوف، فالبروجنوزس والقصه بتاعته هتبقى مختلفه. هاو تو انكريز ذا اف كي دوز، هو العيان مثلا كان على 4 و4، فانت سحبت ليفل لقيت ان الاف كي بتاعك 4.5، فانت دلوقتي ممكن تزود قرص او ممكن تزود قرصين، عاده موست اوف اس بيزود قرص واحد، يعني كان عيان 4.4 نخليه 4.5، فلقيت الليفل بعدها بقى 9، فالموضوع سهل. في ايه تاني عندنا في الاسئله؟ ثانيه واحده. هو وين دو ديستشارج؟ امتى في رايك نعمل ديستشارج العيان؟ لما تيجي تقرا الهاند بوك اوف جابريال دانوفيتش هيقوم قايل لك انت ممكن تعمل ديستشارج للعيان اللي حصل له ايميديت جرافت فانكشن في خلال اول اسبوع. يعني العيان اللي يورين اوتبوت بتاعه تحفه واموره كلها مستقره وكرياتينه رجع نورمال وبيجيب يورين اوتبوت كويس، ممكن على اخر الاسبوع يكون مروح. افريج من 7 ل 10 ايام افريج. العيان بنعطله امتى؟ بنقعده امتى؟ لو في حاجه قعد عليه، يعني العيان بدا عنده مشاكل في شكل ايه؟ مشاكل في شكل انيميا بالنسبه لي مش مفسره، العيان اليورين اوتبوت بدا يقطع، العيان عنده مشاكل في الفاسكولار اكسس وعايز اقفله له. فانا قصدي دايما بيبقى مش كل العيانين سموث، بس هو افريج. يعني البروتوكول مثلا بتاع معهد ناصر، العيان بيقعد في المستشفى من 10 ل 12 يوم افريج مثلا. العيان ماشي سموث واموره مستقر هيفضل برده مكمل 10 ل 12 يوم، كده هو ضمن الباكج بتاعته. العيان عك في النص ان ايه سبب من اسبابها، هيقعد مده اطول. فده الكلام. لكن اللي مكتوب ان العيان الايميديت جرافت فانكشن ممكن اللي هو حصل له نورماليزيشن في كيدني فانكشن ممكن يروح بعد اسبوع فقط، ما يطولش. في أي أسئلة تانية قبل ما نقفل؟ أي أسئلة تانية؟ How to manage neutropenia in first three months؟ النيتروبينيا بالنسبة لي لازم تبقى مفسرة. أنا مدي إندكشن، العيان نيتروبينيك، أنا مش خايف من العيان نيتروبينيك عشان هو واخد إندكشن. إمتى أتدخل وأدي نيبوجين؟ زي ما إحنا قلنا الواي بلاد سيل تحت سيفير نيتروبينيا، غير كده العيان هيفضل مستمر عادي خالص، والاندكشن شويه مع الوقت هتلاقي الواي بلس سيل بدات ترفع. طب هل يا ترى هغير في جرعه الام ام اف او هغير في جرعه السلسب؟ الاجابه لا، عاده مش بنعمل كده، احنا بنصبر لغايه ما العيان بنصبر لغايه ما العيان الجرعه بتاعت الاي تي جي تاخد وقتها والامور تتحسن، وبعد كده بقلل بالعيان بيمشي كويس. طب امتى اقرر اقلل جرعه السلسب وانا شاكك ان النيتروبينيا دي شاكك فيها في السلسب؟ عمري ما هعملها من غير ما اعمل السي ام في. سي ام في الاول اكسكلود ان هو مش هو السبب، هقوم عامل في هقوم اقلل جرعه السلسب. مش هعملها امبيريكال، ان انا لسه انا عيان في اول الزرع، فمش هلجا على طول ان انا اقوم اقلل الايمينو سبريشن. لكن عملت السي ام في والعيان مش واخد اندكشن وانا شاكك ان السلسب هو اللي عمل، هقلل السلسب. بس ده مش روتين. شكرا جزيلا. في اي اسئله تانية؟ دوبلر او الترا ساوند؟ ده اسئله حاجات قديمه.